بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. حلقه الاهلي الليله يوم الخميس بالتاكيد بتبقى حلقه مختلفه شويه، لان خلاص حصاد نهايه الاسبوع، وبالتاكيد نهايه الاسبوع بتبقى دايما الاحداث مثيره، دايما الاحداث متلاحقه، والكره المصريه دايما كل يوم وكل ساعه فيها الجديد. فبالتالي حلقة الخميس بيبقى فيها فقرات متنوعة، بخلاف فقرة الانترو والأخبار بيبقى معانا أكتر من فقرة أخرى، سواء فقرات فنية أو حتى فقرات متعلقة بالإعلام الرياضي والنقد الرياضي ودوره ووجهات نظر الإعلام الرياضي فيما يحدث على الساحة القروية والساحة الرياضية المصرية خلال الفترة الأخيرة. طبعا أهم حدث ظهر على الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة بيان النادي الأهلي الأخير، واللي تمسك فيه مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي بعدم خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد مواجهة نادي الزمالك. لأهمية هذا الموضوع النهاردة هيكون معانا ثلاث ضيوف. الفقرة الحوارية الأولى هيكون معانا فيها الكابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي، والفقرة الحوارية الثانية هيكون بيشرفنا فيها الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، ثم الفقرة الثالثة والأخيرة هيكون فيها الكابتن جمال السيد نجم النادي الأهلي، واللي هيكون في استضافته مع الكابتن عبد الحميد حسن ميدو، اللي بتشرف النهاردة إن أنا أكون موجود معاه في حلقة يوم الخميس من برنامج الأهلي الليلة. دايما قدر النادي الأهلي بياخذ على عاتقه التصدي للعشوائية واتباع النظام، وده كان أبرز ما جاء في بيان النادي الأهلي، إن هو قال في هذا البيان إنه لن يقبل بتكرار العشوائية مجددا، وما حدث الموسم الماضي لن يكون هناك فرصة لتكراره من جديد في الموسم الحالي. النادي الأهلي دائما عنوانه الرئيسي هو نادي الوطنية، لم يكن أبدا حجر عثرة في طريق الدولة ولا الجهات الأمنية. لذلك كان حرص مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي في بيانه، وكان حرص شديد قوي على احترامه الكامل للدواعي الأمنية، والبيان أكد على ده وأشار لده وأكد على تقديره الكامل واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين المباريات وكل المسابقات القارية التي نظمتها مصر خلال الفترة الأخيرة، سواء بالنسبة للمنتخبات الوطنية أو حتى للأندية المصرية. مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضرية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. البيان تابع في سياق حديثه أن أيضا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة، لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواعي أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. هذا الملعب اللي كان شاهد ولا يزال شاهد على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير. البيان كان واضح دون لبس أو غموض، وللرد على المزايدين على دور النادي الأهلي أيضا. التوقيت المناسب، البعض أيضا استعجل إدارة النادي الأهلي وكان الجميع بيتسابق في إعلان مواقفهم ثم تراجعوا بعد ذلك، إلا النادي الأهلي كان مترقب للموقف خلال الساعات الأخيرة ومنتظرا لحين ورود الخطاب الرسمي من اتحاد كرة القدم لمعرفة ملابسات الموضوع، لدراسة الموقف من جميع الجوانب قبل إصدار أي بيان أو قبل إصدار أي قرار من قبل مجلس الإدارة. وده أكده البيان في سياق الجزء الأخير والفقرة الأخيرة، عندما تحدث النادي الأهلي في سياق البيان وفي سياق الحديث أن النادي انتظر كثيرا وانتظر بعض الوقت عقب تلقي مكاتبة أو خطاب رسمي من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويتطلع كل فرد بدوره. وإذا ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تماما الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات القروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثل ما جرى في الموسم الماضي. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع نادي الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل
مشاركاتهما المحلية والإفريقية. الأهلي واضح منذ البداية وكان مطالبا مع نهاية مسابقة الموسم الماضي بنفس هذه المعلومات ونفس هذه التفاصيل لتأكيدها على أن الموسم القادم لابد أن يسير بنظام ودون أن يكون هناك أي قرارات تسبب عشوائية في جدول المسابقة. المسابقة عشان تكون قيمتها كبيرة لازم تكون مسابقة منتظمة، وعشان تبقى منتظمة لازم الكل يكون حريص على استكمال المسابقة وتنفيذ المواعيد والملاعب بشكل منتظم. كل ده في النهاية هيرجع بالفايدة على كل الأندية، مش على النادي الأهلي فقط، كل ده هيرجع بالفايدة على كل الأندية، وده الهدف المرجو أساسا من تنظيم مسابقة للدوري العام أو تنظيم مسابقة في أي بلد في العالم. في جزئيات محتاجين بعد ما دخلنا في تفاصيل البيان وشرحنا الجوانب المهمة في هذا البيان لازم نتفق على عناوين معينة أو نحدد خطوط عريضة في هذا الموضوع، عشان بس بعد ما نحدد هذه العناوين نبدأ نتناقش في كل هذه التفاصيل. أولا احنا بنتكلم في مباراة كرة قدم، التنافس ما بين الأهلي والزمالك تنافس رياضي. احنا بنتكلم في مسابقة الدوري العام، مباراة قمة بين الأهلي والزمالك. إذن الحديث كله وحتى بيان النادي الأهلي بيتكلم على مباراة في كرة القدم ومسابقة للدوري العام ونظام يكون مفيد للجميع، وبالتأكيد محدش بيتمنى العشوية. فبالتالي احنا حديثنا بيتكلم على الكورة الرياضة، لا داعي للخوض في أي موضوعات جانبية أو حد ياخدنا لسكة مش بتاعتنا. احنا بنتكلم كورة، بنتكلم مباراة قمة، بنتكلم أهلي وزمالك، بنتكلم على مواعيد، والبيان اتكلم على ده وأكد على ده. الجزء الثاني النادي الأهلي في سياق حديثه بيأكد على إرساء النظام، وإرساء النظام ده الكل بلا استثناء بيتمناه وبيبغاه بشكل كبير جدا. وأي دولة في العالم لما بتنظم كورة أو بيبقى عندها مسابقة كروية زي دوري أو زي كاس أو أي بطولة بتبقى حريصة على تنظيمها، حريصة جدا إن البطولة دي تجيب فلوس. عشان تجيب فلوس لازم تكون المواعيد منتظمة، الملاعب معروفة، ولو في ظرف قهري الكل بيقف في ظهر الجهة اللي هتاخد القرار لحين تحديد المكان البديل أو الموعد المناسب البديل عشان تكون المسابقة فيها مواعيد محددة ومواعيد منتظمة. المهم في النهاية إن إرساء النظام في المسابقة بيعلي قيمة المسابقة وبيلقى في النهاية بشكل إيجابي على المنتخبات الوطنية، وده حصل في سنوات سابقة إن المنتخب تأثر بسبب عدم تحديد مواعيد وعدم وجود نظام في الدوري المصري أو في الكرة المصرية بشكل عام. من حسن حظ المتابعين لشأن الكرة في مصر، وأنا بقول من حسن حظ، البعض يقول لك إحنا في أزمة، إزاي من حسن حظ؟ ده بالعكس من سوء حظ. لا بالعكس، من حسن حظ. ليه من حسن حظ؟ في التوقيت الحالي العالم كله بيتكلم على ان في احداث في اسبانيا متعلقه بتاجيل مباراه برشلونه وريال مدريد. المباراه المفروض هتتلعب في كاتالونيا يوم 26 اكتوبر. خدوا بالكم من المعلومه اللي جايه دي لانها مهمه جدا وليها علاقه بالمبدا اللي النادي الاهلي كتبه في بيانه وبيرسيه وعايز ياكد عليه. النادي الاهلي نادي محترف وعارف ازاي المسابقه عشان تنجح، لانه النادي الاهلي صاحب الالقاب الكبيره في الدوري والبطوله التاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي للدوري العام، فعارف قيمه المسابقه كويس جدا. لما تفوز ب 41 او 42 دوري فانت عارف قيمه البطوله، عارف اهميه البطوله، عارف العائد اللي بيجي من وراء هذه البطوله، فبتبقى حريص قوي 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 على ان البطوله دي تبقى ماشيه بنظام وماشيه بشكل احترافي. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان في اسبانيا هذه المباراه فيها لغط شويه في مساله ان احتمال بنسبه كبيره يكون فيها تاجيل. والتأجيل هنا لظرف أمني ما موجود في مدينة كاتالونيا، ظرف سياسي موجود في المدينة. رابطة لاليجا الأسبانية اقترحت أن المباراة تتنقل إلى ملعب سانتياغو برنابيو في ريال مدريد. الريال اعترض وبرشلونة أيضا اعترض. الفكرة بقى إيه؟ مش المباراة اتأجلت وخلاص، لا، رابطة لاليجا أقرت وطلبت من لجنة المسابقات بإصدار قرار بتحديد موعد بديل قبل إعلان تأجيل المباراة. تاني، رابطة لاليجا الأسبانية طلبت من لجنة المسابقات، ولجنة المسابقات هنا بتقوم بدورها بجد، إن هي تحدد موعد بديل لإقامة المباراة قبل ما يتم اتخاذ قرار بتأجيل المباراة. لجنة المسابقات كانت فكرت وقالت ممكن نرحل المباراة لشهر 12. شهر 12 ممكن التوقيت ده يكون مرتبط بمباريات كأس ملك أسبانيا. فتم إلغاء هذه الفكرة. لسه فكرة المباراة تتنقل لمدريد أو تبقى في برشلونة لسه فيها كلام، لكن الهدف اللي عايز أوصل له إن رابطة لاليجا وهي عارفة قيمة مباراة الريال وبرشلونة، وعلى فكرة قيمة المباراة في أسبانيا أنا ما بعتبرش مباراة الأهلي والزمالك أقل منها في مصر، بل في المنطقة العربية، الأهلي والزمالك كديربي أو كلاسيكو في المنطقة العربية وفي الخليج وفي مصر قيمته كبيرة جدا. ممكن السنوات الأخيرة نتيجة ظروف ما القيمة التسويقية قلت شوية، لكن تبقى مباراة القمة مباراة كبيرة بالنسبة للفريقين.
في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط. وبالتالي الليجا الاسبانيه حريصه على شكل المسابقه وحريصه على القيمه التسويقيه والحقوق التجاريه للليجا الاسبانيه. والليجا الاسبانيه متمثله في مباراه كبيره زي الريال وبرشلونه. لما نقول مباراه زي دي اتاجلت لاجل غير مسمى او اتاجلت لنهايه الدور الاول كده، انا بضرب بعرض الحائط بالمسابقه وبنظام المسابقه، وهيبقى في عشوائيه في الليجا الاسبانيه. فبالتالي قبل ما تتخذ القرار بالتاجيل او بالنقل، طلبت من لجنه المسابقات اصدار قرار بتغيير توقيت او مكان اقامه المباراه قبل اصدار قرار التاجيل، بحيث ان القرار البديل يكون جاهز قبل القرار الرسمي عشان الكل يكون عارف الخطوه الجايه ايه. وده ان ده اللي بيدل على ان احترام المواعيد والمسابقات مهم جدا. احنا هنا بنتكلم في دور بقى الناس المنوطه باتخاذ هذا القرار في الكره المصريه. الناحيه الامنيه، ده احنا في ظهر الامن 1000000%. الامن لما بيقول على شيء احنا في ظهره، واي شيء او اي قرار بياخده النادي الاهلي في ظهره. وهقول لكم على امثله النادي الاهلي خدها في فترات سابقه لصالح البلد وفي ظهر الامن، لان دي المصلحه العليا للبلد. احنا كلنا احنا بنلعب كوره، لكن اهم حاجه بالنسبه لنا مصلحه مصر، مصر فوق الجميع. كلنا بنحب النادي الاهلي، كلنا بنحب الكوره، لكن مصلحه البلد بالنسبه لنا فوق كل شيء. صحه الاجراء بقى، قبل ما اتكلم على دور النادي الاهلي كمان في الدور الوطني والموقف مع الجهات الامنيه في فترات سابقه، صحه الاجراء، صحه الاجراء في ايه؟ ان لما اجي اجل مباراه لازم وانا باجل المباراه اعرف اجلها لامتى واحط لها تواريخ امتى. ولما اجلها ما ينفعش اجلها واحنا خلاص بقى بنبدا موسم جديد وعايزين نتغاضى عن الاخطاء السابقه، ولما جت لجنه خماسيه جايه باهداف جديده عشان نتغاضى عن كل اخطاء المجلس اللي كان موجود في الاتحاد الكره السابق. فبالتالي وانا باخد القرار احدد البديل، مش اجيب الاسبوع الخامس مكان الرابع والعب الخامس ولسه الرابع واجل المباراه في السابع ويبقى كده لسه قدامي مباراتين ثلاثه لسه مش عارف الخطوه اللي جايه ايه. فصحه الاجراء مهم جدا. طيب اخر حاجه قبل ما اروح لتدريبات فريق النادي الاهلي واشوف النهارده الاستعدادات ازاي بالنسبه للمرحله الجايه، الدور الوطني للنادي الاهلي والموقف مع الجهات الامنيه في فترات سابقه. تتذكروا جميعا دوري ابطال افريقيا عام 2013، فاكرين البطوله ديت؟ البطوله الاهلي لعب ادوارها الاولى ودور المجموعات وجزء من الادوار النهائيه على ملعب الجونه الساعه 3 العصر في عز الحر، بل احيانا في رمضان في عز الصيام، واتغلب مباراه نتيجه هذه الاجواء والظروف 3-0 من بطل اورنالدو بيراتس بطل جنوب افريقيا، حرصا على تحقيق مبدا ان احنا بنحافظ على الطلب الامني في ان المباريات تتلعب في الجونه في هذه الحقبه الزمنيه وفي هذه الفتره الزمنيه. النادي الاهلي لم يعترض، راح للجونه، تكفل مبالغ ماليه كبيره جدا. احدى المباريات كانت ممكن تتلعب او تتلغي نتيجه ان الملعب الجونه وقتها ما كانش فيه اضواء كاشفه وحصلت مع موضوع معين في الملعب، والمباراه بدات الساعه 3:30 4 متاخر، وكانت ممكن تحل يعني ما يبقى الظلام يخش على المباراه وبالتالي المباراه ما تستكملش. النادي الاهلي في هذه السنه تحديدا تحمل كثيرا، بس تحمل ليه؟ تحمل حرصا على مصلحه مصر. مصلحه مصر وقتها قالت النادي الاهلي في البطوله الافريقيه يلعب في الجونه، فالاهلي التزم بالتعليمات الامنيه ولعب في الجونه. فالجزئيه دي ما حدش يجي جنبها، لان النادي الاهلي على مدار تاريخه، انا بديكم مثال واحد بس، على مدار تاريخه النادي الاهلي في الجزئيه دي لا، التاريخ موجود، وافتحوا واعملوا سيرش وشوفوا النادي الاهلي لما كان الامن بيطلب منه نقل مباراه او مباراه بدون جمهور او يلعب في الجونه كان دايما القرار بالموافقه حرصا على مصلحه مصر. النادي الاهلي كان دايما دوره وطني مهم جدا في هذا الموضوع. طيب ده كانت جزئيه مهمه جدا، واحنا بنسرد هذه الموضوعات او بنسرد عناوين محدده قبل ما نخش في تفاصيل البيان اللي انا بالتاكيد هعرضه لكم من خلال تقرير هعرضه بعد قليل ان شاء الله عشان تشرحوا او تسمعوا بشكل عام البيان وتفاصيله. النادي الاهلي كان عايز يوصل الرساله ايه، لكن احنا بقدر الامكان حاولنا نقول لكم ايه العناوين البارزه في هذا الموضوع والموضوعات الاساسيه قبل ما تخش تناقش البيان لازم تتكلم فيها. اتكلمنا في خمس موضوعات، اول حاجه متعلقه ان المنافسه الرياضيه، بنتكلم في مباراه كره قدم، الاهلي بيطالب بارساء النظام وعدم تكرار العشوائيه، موقف مباراه الريال وبرشلونه والشبيه بموقف مباراه الاهلي والزمالك، صحه الاجراء في تاجيل مباراه لابد من تحديد ميعاد ومكان مناسب قبل ما تاخد قرار التاجيل، الحاجة الأخيرة الدور الوطني للنادي الأهلي وموقفه مع الجهات الأمنية في سنوات سابقة، وبطولة إفريقية كانت خير شاهد وخير دليل على دور النادي الأهلي في هذا الموقف. طيب تدريب النادي الأهلي في التوقيت الحالي بالتأكيد يعني كان من المقرر في مباراة يوم السبت الجاي مع نادي الزمالك، لكن أكيد الجهاز الفني بقى بيحضر المرحلة الجاية بشكل مختلف. كان في برنامج زمني تدريب كل يوم الساعة 5 ومعسكر مغلق، الفريق هيخش يوم الجمعة بعد تدريب الساعة 3 العصر، لكن كل هذه الأمور أكيد طبعا حصل فيها تعديلات. نروح بسرعة
لزميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش بالجزيره، نعرف منه اخر اخبار التمرين واستعدادات النادي الاهلي للمرحله اللي جايه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير زميلي محمد، برحب بيك وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك. اخبار التمرين وطبعا الفتره الحاليه اكيد الصوره فيها ضبابيه شويه، فايه اللي استطلعته من اراء الجهاز الفني او الرؤيه بالنسبه لك اللي شفته في ملعب التتش بالنسبه للمرحله الجايه وتدريب اليوم، حتى مين كان موجود في التمرين، مين غاب؟ الصوره داخل ملعب التتش يا كريم وضحها لكل مشاهدي قناه الاهلي. في الحقيقه طبعا في البدايه محمد يمكن انا بحييك على سرد التفاصيل بشكل مميز جدا بالنسبه للضبابيه اللي باكد عليها اللي احنا متواجدين فيها والبيان الرائع والمميز واللي مصاغ باحترافيه كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر ملف طيب للمسابقه بشكل عام لكل الانديه بشكل عام لكل المسابقات وليس للنادي الاهلي فقط، لكن اكيد النادي الاهلي بعد هذا البيان وبعد هذا البيان اللي قوي جدا في انتظار اكيد ان يكون في رد، يكون في رد اكيد ان شاء الله بنتمنى يكون رد من اتحاد الكره من الجهات المسؤوله طبعا مديريه الامن الخاصه بالاسكندريه على انتقام المباراه في ملعب برج العرب. يمكن عارف محمد انا اقول نقطه سريعه جدا، المباراه بدون جمهور مباراه الاهلي والزمالك في الاسكندريه من فندق الاقامه الفريقين بيكونوا متواجدين لملعب المباراه لا يستغرق 3 دقائق، المباراه تنتهي كل واحد بيتوجه الى القاهره، الامر ما فيهوش يعني ازمه كبيره جدا، لكن كل احترام طبعا للجهات الامنيه لكل حاجه طبعا بيكون ليها دراسه، احنا ممكن نبقى رؤيتنا بعيده شويه، لكن لو برجع معاك لتدريبات فريق النادي الاهلي مستر فايلر اكيد النهارده في البدايه اجتمع باللاعبين كانت محاضره مطوله بعد علمه بتاجيل المباراه وبعد بيان النادي الاهلي، يمكن الراجل ادى بكره اجازه محمد يعني زي ما انت كنت بتتكلم ان التدريبات كانت الساعه 5 حتى يوم الجمعه كان المفروض يكون تدريب الساعه 3 عصرا ومنها الى المعسكر المغلق على كان مباراه الزمالك، لكن بكره يكون راحه لفريق النادي الاهلي. النهارده التدريب ما كانش فيه تكتيك بشكل كبير، ما كانش فيه امور خاصه تكتيكيه او خططيه، على النهارده كان فيه تدريب جزء بدني، الفقره الاولى كانت 25 دقيقه، الفقره الثانيه كانت فيها منافسه طبعا فرديه ومنافسه ثنائيه، يمكن مستر بايرر حاول ان هو يعمل تدريبات في وسط الملعب 2 حراس و3 ضد 3، حاول ان هو يطلع اللعيبه شويه من الحاله اللي متواجده فيها، طبعا انت عارف لعيبه الكوره بتشوف وبتتابع وبتسير على السوشيال ميديا والكلام ده، لكن في دور كبير بيبذل من الكابتن سيد عبد الحفيظ من مجلس الاداره بالكامل ان يبقى في فصل ويبقى في تركيز فقط في الملعب وفي التدريبات، احنا جاهزين لاي مباراه وبنتمنى يا محمد ان شاء الله يعني الساعات القادمه تكون في تريز بشكل كبير، القرارات كلها في مصلحه الكوره وبناكد من خلالك وانت اكيد بتاكد على كده ان النادي الاهلي يسعى للجميع للحفاظ على المسابقه بشكل عام، للحفاظ على الانديه وليس النادي الاهلي فقط، لكن بقيمه النادي الاهلي الكبيره هو اللي بيكون الواجهه، هو اللي بيتكلم، هو اللي بيحاول ان هو يحصل على حقوقه بالطرق الشرعيه. نقطه كمان مهمه جدا وهي التدريب المصابين او يعني اطمنك على المصابين بشكل عام على راسهم مروان محسن. مروان محسن النهارده يعني شارك جزء بسيط جدا من التدريب بتعليمات قويه جدا للعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش في اي احتكاكات خاصه بمروان على ان يصل القناع، بيتم تجهيزه في اسبانيا، مجرد وصول القناع لمروان هيبدا يشارك تدريجيا برضه بشكل كبير وبدون احتكاك مع التدريبات الجماعيه، متولي ماشي في التاهيل كريم ندبد ايضا كمان يمكن نوصل لمرحله التاهيل بشكل طيب ان شاء الله باذن الله يعود سريعا كل اللاعبين المصابين لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، مرحله مهمه فيها منافسات محليه وفيها الهدف الكبير والاسمى لكل جمهور النادي الاهلي وهي البطوله الافريقيه. طيب بكره التمرين في نفس الميعاد يا كريم ولا البرنامج الفتره الجايه؟ بكره اجازه محمد، يعني بكره ممكن زي ما بقول لك يوم الجمعه اللي هو كان غدا كان هيكون في تدريب الساعه 3 عصرا، لكن مستر فايلر بقرار منه بكره راح لفريق النادي الاهلي على ان يعود ان شاء الله يوم السبت، بس مش هيبقى الساعه 5 التدريب، التدريب هيكون الساعه 4 عصرا يوم السبت وهو يكون اول تدريب لفريق النادي الاهلي بعد الراحه اللي هتكون يوم الجمعه. زميلي محمد. طيب التمرين النهارده كان في تقسيمه جماعيه الكل يشارك في التمرين ولا يعني كان في راحه لعدد من اللعيبه؟ لا يمكن الراجل النهارده عمل فقرتين زي ما بقول لك، فقره كانت بدنيه وفقره بالكوره، الكل النهارده شارك، الشحات حتى كمان يمكن الكدمه اللي كان تعرض ليها في التدريب الاخير النهارده اطمنا عليه بشكل كبير، الكل جاهز يا محمد، يعني كل لعيبه النادي الاهلي كانت بتامل ان يكون في مباراه يوم السبت يكون في اي قسم، يعني ما بنتكلمش على نادي الزمالك لكن هو كان طبعا طبقا للجدول ان يكون في نادي الزمالك اللعيبه كان عندها تركيز كبير، لكن زي ما بقول لك بيبذل دور كبير جدا من الجهاز الفني لخلق دوافع جديده للاعبين ووضعهم في تركيز اكبر خلال المرحله القادمه ان شاء الله. زميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش بالجزيره بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك خلال الفتره القادمه لمتابعه تدريبات فريق النادي الاهلي ومعرفه الجديد بالنسبه للمران، خاصه ان جمهور النادي الاهلي دايما بيكون حريص على معرفه اخر الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي في ظل ان الفتره الحاليه للاسف يعني مش هيبقى فيه مباريات، احنا بنتكلم من النهارده لغايه 25 نوفمبر مفيش مباريات، ارتباط
المنتخب العسكري ببطوله عسكريه الفتره اللي جايه، المنتخب الاولمبي تصفيات افريقيا المؤهله لدوري طوكيو، المنتخب الاول عنده مباراتين ومعسكر قبل انطلاق تصفيات افريقيا المؤهله للكاميرون 2021، فعندك فتره 40 يوم صعبه جدا. انا مش عارف الجهاز الفني يعني كان الله في عونه، كمان في ظل ان هيكون عنده غيابات حوالي 14 لاعب الفتره الجايه ما بين انضمام لكل هؤلاء المنتخبات مع كمان لاعيبه دوليه هتكون موجوده في منتخبات بلادها في الفتره اللي جايه، فهيكون عنده مرحله اعداد وتجهيز لموسم جديد، وكان المرحله اللي فاتت كانت في موسم تاني خالص. هو عموما الدوري كده والنظام كده والشكل كده، لكن اللي جاي مع فكره كمان ترحيل المباريات وان النادي الاهلي مش هيلعب اي مباراه الا لما يبدا الاول مباراه الزمالك، فكمان انت متعلق بان بعد 25 نوفمبر لسه هنشوف البدايه هتبقى ازاي، لان كمان 30 نوفمبر 7 ديسمبر 27 ديسمبر مباراه افريقيا، فالمرحله الجايه مرحله صعبه جدا وعايزه شغل كبير وعايزه تركيز كبير وعايزه مسانده ودعم من جمهور النادي الاهلي لا تتخيلوه. يعني كل موسم بنقول موسم استثنائي، لكن المراحل اللي احنا داخلين عليها محتاجه مسانده ودعم من الجمهور بشكل غير طبيعي، لان المرحله الجايه مرحلة بعيد عن العلم، بعيد عن التدريب، بعيد عن الأفكار اللي بتتم في أي دوري في العالم. عموما ده النظام ودي الطريقة اللي بيدار بيها الدوري المصري، ودي المواعيد حتى اللي الاتحاد الإفريقي حتى في مبارياته للأسف ممكن بتكون بتأثر بشكل سلبي على شكل الدوري المصري، نتيجة إن في تصفيات إفريقية في منتخبات عندها استعدادات الفترة الجاية لدورة طوكيو وحتى أمم إفريقيا في الكاميرون 2021. حاجة أخيرة بأكد تاني قبل ما استقبل في الفقره الحواري الاولى الكابتن صديق الجمال، وفقره مهمه جدا انتظروها واسمعوها لان فيها تفاصيل مهمه هتسمعوها من رؤيه فنيه للكابتن صديق جمال، لكن حاجه اخيره مهمه جدا. سبق في 2013 النادي الاهلي لعب 90% من مباريات دوري ابطال افريقيا في الجونه الساعه 3 العصر وفي اوقات وفي مباريات كانت في عز الصيام وفي عز الحر، التزاما بقرارات وتعليمات الجهات الامنيه حرصا على مصلحه مصر، لان الاهلي دايما بيهمه في المقام الاول مصلحه مصر، والنادي الاهلي دايما في النهايه بينفذ التعليمات الامنيه طالما ان التعليمات الامنيه بالتاكيد ليها دور ان في الفتره معينه ما تنفعش تلعب هنا لا العب هنا، فالاهلي بيلتزم. 2013 كانت خيره دليل، والواحد لو كان عنده مساحه وقت اكتر كنا فتحنا كتاب التاريخ وجبنا مباريات واحداث قبلها بكتير. في القصه دي ممكن نقول كلام كتير، ممكن البعض الناحيه الثانيه يطلع بشعارات ويقول كلام كبير قوي، لكن احنا ما بنتكلمش من خلال واقع، ما بنتكلمش من خلال مباريات رسميه الناس فاكراها. 2013 خيره دليل عشان القصه دي ما حدش جنبها. النادي الاهلي دايما نادي الوطنيه في الجزئيه دي، وعارف كويس قوي مصلحه مصر ازاي ومصلحه مصر ان ازاي نلعب مباراه عشان نوضح في النهايه صوره مصر. الحمد لله الدنيا كويسه والدنيا تمام، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هتكون افضل واصدل، لان البلد بجد بتحتاج الفتره الجايه ان احنا كلنا نتكاتف من اجل مصلحه مصر. بعد الفاصل الكابتن صديق جمال عضو لجنه اكتشاف المواهب في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليل. الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني فيها الكابتن صديق الجمال عضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. كابتن صديق اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن محمد، ازي صحتك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. الله يخليك. طبعا الاحداث الرياضيه ساخنه في الفتره الاخيره، ودايما الكره المصريه كل يوم وكل ساعه فيها الجديد. الحدث الاخير منذ ساعات قليله صدر بيان من النادي الاهلي بخصوص تاجيل مباراه القمه. مش هكلمك على البيان، لكن عايز اسالك على تأجيل الناحية الفنية أو الرؤية لفكرة تأجيل المباراة. كراجل فني شايف المسألة دي إزاي؟ قرار التأجيل طبعا بداية هو قرار غير إيجابي، لأن طبعا الحتة الأمنية في مصر الحمد لله ممتازة جدا جدا، بدليل البطولات اللي بتنظم في مصر سواء كانت أمم أفريقية أو مسابقات محلية أو أفريقية، والامن بيؤدي دوره على اكمل وجه تامين المباريات. وكمان في نقطه مهمه جدا، كل المباريات اللي بتتلعب في مصر ثلاث ارباعها على ملاعب الجيش، بيبقى فيه تامين غير عادي، وكل المباريات كلها اتلعبت في امن وامان، ما فيش اي حد اشتكى او اي عراقيل الفتره اللي فاتت. انما قرار اتحاد الكوره ان يقول لك قرار التاجيل بسبب الحته الامنيه، انا بصراحه مش مقتنع بالحته دي، لان كان في حاجات اصعب من مباراه الاهلي والزمالك، كان في السوبر قريب، كان في الامم الافريقيه، وكان في تنظيمات، يعني في البطوله اللي هتتلعب بتاعه تحت 23 سنه اللي منتخب مصر مشارك فيها موجوده في مصر، فالحاجات دي كلها بتاثر علينا.
يعني ان احنا نقول فيه بسبب الحته الامنيه بتاجل. اي حد مش في مصر هيفكر ان الوضع الامني مش مستقر عندنا، وانا شايف عكس كده تماما. طيب قبل الخوض في التفاصيل نطلع نسمع ونشوف البيان الرسمي للنادي الاهلي والتقرير المتعلق به. فكره النادي الاهلي ان لن يخوض اي مباراه في الدوري الا بعد مواجهه نادي الزمالك في الفتره القادمه. نخرج نسمع هذا التقرير ثم نعود الحديث مع الكابتن صديق جمال بعد هذا التقرير. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا البيان، وفخر انك تكون اهلاوي، فخر انك تكون منتمي لهذا الكيان الكبير، هذا الكيان العريق اللي دايما حريص على العمل بشكل مؤسسي والعمل بشكل نظامي في اطار رياضه ولعبه صناعه ليها مداخيل مالية كبيرة جدا، وعشان تعرف قيمة هذه المداخيل وقيمة هذه البطولة لازم تكون فزت بيها وحققت فيها ألقاب كتير، لأن أنت عارف قيمة هذه البطولة، وأنت عشان عارف قيمتها وعارف تاريخها بتبقى أكثر الناس حرصا على انتظامها وأكثر الناس حرصا على نجاحها. العالم كله شغال كده والعالم كله بيشتغل على كده، ولسه هو خلال الساعات القليلة الماضية نفس الأزمة موجودة في أسبانيا، مباراة كبيرة وكلاسيكو وديربي الريال وبرشلونة، والناس هناك حريصة على انتظام المسابقه وان ازاي المباراه او ازاي البطوله تبقى ماشيه بنظام دون ان يكون هناك عشوائيه، بنفس المعنى دون ان يكون هناك عشوائيه، وان تقوم لجنه المسابقات من خلال رابطه لاليجا الاسبانيه القيام بمهامها وان هي تحدد ميعاد جديد او تتفق مع الناديين قبل قرار التاجيل. كابتن صديق، يعني البيان واضح محدد كل الاهداف في الفتره اللي جايه وبيرسي نظام مهم جدا وانت لسه بتبدا موسم، لان الموسم الماضي كان اتقال عليه موسم استثنائي وكان فيه عشوائيه غير طبيعيه، صعب قوي نكرره تاني. اكيد اكيد الموسم اللي فات كان فيه تخبطات كتير، وكل ما كنا بنتكلم عن الموسم الماضي نقول استثنائي استثنائي، فاكيد لازم نستوعب الدرس، يكون الموسم ده عكس الموسم اللي فات، يكون الناس استفادت، يعني خدت الايجابيات بتاعت الموسم اللي فات والسلبيات ثابته. ما اجيش اشتغل ويبقى فيه تخبطات نفس الموسم اللي فات يبقى انا ما عملتش حاجه. يعني الواحد كان متوسل يعني ومتعشم خير في اللجنه اللي هي المؤقته عشان تدير المسابقه، تحط قوانين ولوائح والانديه كلها تمشي عليها، انما في البدايه بدايه يحصل تخبطات كده هتاثر كتير كتير على المسيره بتاعه الدوري، ويبقى في تخبطات طول الموسم. النادي الاهلي طبعا اي حد بيقرا البيان، النادي الاهلي قراراته تحترم، بياكد قبل اي شيء الرؤيه واحترامه الكامل للرؤيه الامنيه مباراه القمه، يبقى بيحترم الامن ويؤكد على تقديره الكامل واحترامه للامن ودوره في تامين المباريات سواء كانت الافريقيه او المحليه، يعني عنده ثقه كبيره في الامن المصري. لكن للاسف الشديد هي القرار بتاع التاجيل كان مفاجاه للناس كلها. انت عندك دلوقتي استحقاقات وعندك مشاركات افريقيه، وبعدين في برامج تدريبيه وفي حاجات فنيات بقى بعيده عن التاجيلات والحاجات الاداريه. لا الفرق كلها، ولاحظت كمان ان رد الفعل، انت بتتكلم كمان في حوالي 6 7 انديه من الدوري المصري استغربوا وطلبوا تاجيلات، لانك انت كده من البدايه لازم، ما هو اصل مش عايزين نرجع تاني لفكره المباراه الاخيره الجونه او سموحه. صح، ما هي اصل الناس ليه خافت يقرر نفس اللي حصل قبل كده، السيناريو يتكرر، نفس السيناريو يتكرر تاني. صح. ليه؟ لان المقص كان قلقان، الجونه قلقان، سموحه كان قلقان، الكل كان خايف من كده، المولين نفس القصه، اسوان، فالكل عايز المسابقه تمشي بانتظام. ما هو ده بيان النادي الاهلي بيؤكد فيه حاجات كتير واضحه يعني للراي العام، والاهلي طول عمره بيدور على المصلحه العامه قبل المصلحه الشخصيه، لان المصلحه العامه دي بتصب في الاخر لمصلحتك الشخصيه. لما يكون في نظام، في لوائح، في قوانين، انت هتمشي بالمسابقه بانتظام، انت هتحقق اهدافك كنادي اهلي، كالانديه كلها يبقى في مبدا تكافؤ الفرص. شوف الاهلي لما بيقول لك حتى تاجيل المباراه، لما تحط موعد للمباراه تخلي بالك يكون في مبدا تكافؤ الفرص، لان انت عندك مشاركات افريقيه ومحليه انت والمنافس بتاعك، فما تجيش برضه انت تعمل المباراه في وقت تاني يكون لصالح حد ضد حد. ده ممكن يجي يقول لك المباراه في نهايه الدور الاول. طب انا عملت قرعه ليه؟ الله ينور عليك، فيبقى فيها تخبطات. ما هو ده للاسف الشديد ده في الاخر بيولد او بيؤدي للفشل. ما هيش هيؤدي للنجاح. اي حاجه ما فيهاش نظام وما فيهاش قوانين ولوائح اكيد هيبقى فيها تخبطات كتير. انت تحكمني ازاي وانت مش حاطط لي سياسه امشي عليها؟ تتذكر معايا الموسم الماضي لما تم ترحيل مباريات كثيره الفتره الماضيه دون رابط مؤجلات. ودون مؤجلات كتير. صح. جدا. صح. فاكر وقتها ان النادي الاهلي قال وحذر يا جماعه اللي هيحصل ده غلط لانه هيضر بالاستعدادات الجديده للموسم القادم. اكيد. ولو فاكر وقتها ده اثر فعلا على مواعيد القيد الافريقي. مظبوط. ووصلت لمرحله ان الانديه اشتغلت في اخر 72 ساعه في مواعيد القيد عشان تأيد القائمه بتاعتها. ضغطوا كان في ضغوطات عليهم. ليه؟ لان مفيش نظام.
لان لو كل حاجه في وقتها ما ده العشوائيه اللي بتجيبك أيوه. بتوصلك لكده. ما العشوائيه دي بتؤدي للفشل. ما بقول لك اي مكان او اي مؤسسه يكون فيها تخبطات، ما فيهاش لوائح ولا فيها قوانين وحد يمشي عليها، هتلاقي فيها فشل على طول بدون تردد. مش هتقول لك لا استنى اما نعالج، اصل انت بتيجي تعالج خطا بخطا. الانديه اللي في الدوري الممتاز المصري، اخص بالذكر المقاولين العرب او سموحه او الجونه، ممكن من حقه وضع طبيعي ان هو يقول لك اجل انا كمان ادام بقى، عشان يبقى في مبدا تكافؤ الفرص، ما يبقاش في حد ضد حد، فكله يقول لك اجل. لما تيجي تحسبها هتلاقيه عنده حق، انما لو في نظام ماشي على الكل محدش هيقول لك اجل، كل حاجه في ميعادها. الحاجه المحيره احنا لاعبين حاجات اقوى من ماتش الاهلي والزمالك. الامم الافريقيه دي مسؤوليه كبيره جدا على الدوله، والجيش نظم البطوله وكانت على اعلى مستوى، كل المؤسسات قامت بدورها، وكل المؤسسات العسكريه والحاجات يعني كل الاتحاد الكوره وكل الناس المعنيين بكره القدم ادوا بطوله الامم الافريقيه على اكمل وجه. كان ناقصها بس احنا نفوز بيها، بس حتى الفنيه ما توفقناش، بس تنظيم غير عادي. شفت القرعه حتى بتاعه الامم الافريقيه تحت 23 سنه، حاجه يعني تشرف الناس اللي كانوا موجودين اللي هم بالفرق اللي هي مشتركه معانا، غانا ومالي، كل الناس اللي لما القرعه اتعمل الناس جايه تشكر في القرعه والنظام والحته الامنيه. فانا بستغرب مباراه تتلعب كانت ممكن تتلعب في برج العرب بدون جمهور وتتلعب وتخلص وايا كانت نتيجتها، يبقى انتم ماشيين بنظام. صدقني ما كانش في حاجه يبقى في مشكله في مصر، كل حاجه في ميعادها، انما التاجيلات والحاجات دي كلها ربنا يستر الفتره اللي جايه والدنيا ما تهربش منهم. بص ايا كانت الظروف هي الفكره في ايه؟ النادي الاهلي قال لك ايه؟ قال لك اعمل نظام للمسابقه، يعني فكره تاجيل دون تحديد ميعاد جديد ودون تحديد الخريطه في الفتره اللي جايه، وان مباراه مؤجله خلاص مؤجله، ده هيعمل عشوائيه. النادي الاهلي حتى لما خد القرار النهارده او لما اصدر بيان في هذا الشان، قرار التاجيل كان امتى؟ كان يوم الثلاث في منتصف الليل. الاهلي انتظر 48 ساعه ليه؟ انتظر وصول المخاطبات الرسميه والمكاتبات الرسميه من اتحاد الكوره لمعرفه الاسباب الرسميه، جلس جلسه المجلس لبحث الموضوع ومناقشته في كل الجوانب، كانت في جلسه ايضا كمان مع الجهاز الفني لمعرفه رايه الفني، أكيد. لان الراي الفني مهم جدا في المرحله الجايه ديت، اكيد اكيد عشان حاطط خطه وحاطط وحدات تدريبيه وحاطط نظام هو عايز يمشي عليه. فما تجيش انت في وسط شغله وهو مرتب ومركز تقوم انت حاجات فرعيه تفشله في شغله، تبوظ له كل اللي بيعمله، حاطط حاجات معينه يجي يلاقي فيه تخبطات. فعشان كده زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بيراعي المصلحه العامه قبل اي شيء، حتى في موعد اللقاء لو حد حدده قال لك شوف مبدا تكافؤ الفرص، فالناس دي لازم تشتغل كده، يعني يبقى المؤسسه فيها نظام ومن اول ما يبداوا عشان يبقى ليهم هيبه. صدقني لو في تخبطات بتيجي من مؤجلات وكده ولسه عندك مشاركات عربيه وافريقيه لبعض ثلاث اربع فرق مصريه، ده لسه هتعمل ايه؟ لسه الموسم ما بداش، والموسم كمان هيقف تاني. انا سامع حضرتك كنت بتتكلم في توقف كتير 40 يوم، هتضطر تعمل فتره اعداد تانيه عشان خاطر تلحم بقيه الموسم، زي ما حصل الموسم اللي فات توقفات كتير مؤجلات والبطوله اتلعبت الامم الافريقيه وجينا بس الدوري. التوقف اللي جاي كلنا يعني موافقين عليه، بالعكس ده توقف لان المنتخب عنده اجنده رسميه، توقف ايجابي دوره طوكيو، التصفيات الافريقيه مع المنتخب الاولمبي، كل ده احنا اوكي ما عندناش مشكله فيه، عندنا استحقاقات كتير بالظبط كده، وفي نظام، ولما تيجي توقف ده على الكل مش بقرار فردي. انت قلت النادي الاهلي لما جه خد قراره عشان يرد او يطلع بيان محترم زي ده، اجتمع مع الجهاز الفني واجتمع مجلس الاداره، خدوا بيان محترم، اللي بيسمع البيان او بيشوفه بيحترم قرارات النادي الاهلي، وطول عمر النادي الاهلي معودنا على كده، ماشي بنظام واسس، مش ماشي بحاجات عشوائيه ولا فرديه. العشوائيه والفرديه بتؤدي للفشل، كل حاجه مدروسه. ما انا بقول لحضرتك ما القرار ما بيجيش كده من يوم وليله، استنى يوم يومين زي ما اتفضلت، فهو ده اللي صح. فانا بتمنى اتحاد الكوره يعني حاجه زي كده كويس اللي جت في البدايه، لازم يستوعب الدرس من اللي حصل قبل كده مع المجالس اللي قبل كده، وياخد الحاجات الايجابيات ويسيب السلبيات. يا كابتن صديق انا قدامي مثلا ايه اهو القرار بتاع الليجا الاسبانيه، لسه هو يعني في الساعات اللي انا دايما هضرب مثلا بالموضوع ده، لان نفس الموضوع في اوجه تشابه كبيره جدا بين بل بالعكس، ده يمكن هناك الموضوع في اسبانيا اصعب بكتير لان هناك في قصه كبيره قوي في كاتالونيا، لكن انا بتكلم في فكره ان رابطه المحترفين لليجا في اسبانيا قامت بدورها وطلبت من لجنه المسابقات اصدار قرار بتحديد موعد المباراه او مكان اقامتها قبل فكره ان المباراه هتؤجل، ومباراة برشلونة والريال لسه يوم 26 مباراة بعد 10 أيام، وإن في
في دراسه ما بين الناديين تتلعب في مدريد ولا لا تفضل في اسبانيا؟ طب تتلعب بدري شويه في اليوم ده، ما تبقاش بالليل عشان ما تبقاش لو في مظاهرات في اسبانيا بالليل ما تبقاش فيها مشكله مع مكان اقامه المباراه. طب لا المباراه تتلعب 18 12 عشان في توقيت مثلا لكاس الملك اسبانيا، لا مش مناسبه. في حوار يا كابتن صديق ده انا عايز اقوله، لان دول في حوار والناس عايزه توصل لميعاد عشان البطوله ما تبقاش على المحك وتخسر وتبقى منظمه والشكل العام يبقى كويس دي سمعه بلد وفرقتين كبار والاتحاد الاسباني مش عايز. انا بتكلم كوره يعني سمعه كوره، سمعه الكوره. لا انا بقول بلد ليه، ما هي كوره الواجهه بتاعت الانديه وبتاعت البلد رقم واحد كره القدم، فهم ناس منظمين عندهم شغل احترافي، جابوا المؤسسه دي والمؤسسه دي واجتماعات ونظموا عشان لما يحطوا ميعاد للمباراه يبقى في رؤيه للجميع، مش رؤيه يعني قرار فردي زي ما قلت لحضرتك. العمل الجماعي هو اللي بينجح، انما احنا هنا للاسف هي كلمه عشوائيه يعني كل واحد بيدير بحاجه بمزاجه، كل واحد بيطلع على اي قناه يقول قرارات، وللاسف الشديد ممكن واحد يطلع يقول حاجه تطلع مظبوطه يخليك يعني تشك في نفسك، يعني هو اللي خد القرار، ما دي برضو حاجه تعمل لك ايه؟ لا ما هي المعلومه مش واضحه دايما في ضربيه في المشهد. والله العظيم والله انا سامع المباراه تاجل من 3 4 ايام، انا قعدت اضحك قلت هو اللي بيقول لي ده يعني انت عندك معلومات اكيده كده يعني؟ بس انا مش عايز، احنا في الاول وفي الاخر احنا كلنا في مركب واحد، واخد بالك؟ انا مش جاي من دوله ثانيه بتكلم على الدوله المصريه، لا كلنا مصريين، النظام الكويس هيخلينا احنا كويسين، مفيش نظام كلنا هنفشل واحنا كلنا في المركب، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك، لا ده بلد وتنظيم مسابقه واتحاد كوره ده الام بتاع اللعبه، لو مش هيحط كل حاجه صح هيفشل، هيفشل الناس معاه. فانا بقى انا في حيره والله، انا كان نفسي المباراه تتلعب واي كانت نتيجتها، اصل دي مش اول مباراه لاخر مباراه، هي في مباريات تانية كتير، في مباراه في الدور الثاني ممكن يبقى في سوبر ثاني، ممكن يكون في مشاركات تانية، انما القرار بصراحه كان مفاجاه للناس كلها. الاهلي في الظاهر وفي العلن وفي اي مكان عايز المباراه تتلعب، اكيد المنافس في الظاهر عايز المباراه تتلعب. خلاص اتفقنا نلعب، مفيش مبرر للتاجيل، في اوجه اختلاف؟ لا لا، حتى لو في تاجيل مش هتتلعب مثلا في توقيتها 19 اكتوبر، خلاص نتفق على ميعاد الفترة اللي جاية، سواء بقى بعد مباراة جيراسين فوت في بطولة افريقيا، سواء قبل مثلا بداية المعسكر المنتخب يوم 25 نوفمبر بعد نهاية التوقف، نتفق على ميعاد بس ميعاد يعني محدد يكون فيه اتفاقية بالفرقتين الاهلي والزمالك، متفقين على الميعاد. عايز يلعب والزمالك في الظاهر بيقول عايز يلعب. طب لو الزمالك عايز يلعب وفي الظاهر عايز يلعب مكان لعب، ايه المشكلة؟ انا بتكلم ان احنا ايه، خلاص بقى نحدد ميعاد طالما الناديين متفقين عايزين يلعبوا، طب خلاص بنلعب. بص يا كابتن محمد انت هنخش برضه في موضوع تاني غصب عني اتكلم فيه، الحته الامنيه في مصر فوق الممتازه، لان انا منظمين حاجات اصعب من المباراه دي مليون مره، ولو المباراه دي فيها بس 1% فيها مشاكل بتتلعب من غير جمهور في برج العرب، ياما لعبنا في برج العرب اكتر من لقاء اهلي وزمالك حصل مشاكل خالص. بعدين احنا محطوطين في ايد زي ما بقول ايد امينه الجيش او الشرطه او الحته الامنيه في مصر، ما فيش حد يقدر يلعب معاهم، قوية جدا 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 ومسيطرة، وكلنا في ظهرهم ومحدش يقدر يقول كلمة واحد في المليون عليهم. طب ايه اللي يمنع ان احنا نلعب؟ ما دي اللي تحيرك. طيب عارف لو عندنا اي خلل او عندنا اي ديفو مثلا، لا الحمد لله اقول لك ده بفضل الله احنا على اكمل وجه وفي قمة الامن والامان، والحمد لله الحمد لله بنعيش في احلى لحظات في مصر في الفترة الحالية. انت مع الاصوات اللي نادت بتاجيل مباراه الاسبوع بالكامل؟ لان في انديه طلعت قالت طب هتاجل المباراه باجل الاسبوع بالكامل. كرؤيه فنيه انت مع الصوت ده ولا كنت شايف لا لو مباراه نحلها لكن الاسبوع يتلعب؟ لا هو كان هيقول لك مبدا تكافؤ الفرص لو الاهلي طلب كده او الزمالك، اذا ما فيش حاجه اسمها تكافؤ الفرص، دي حاجه عدت كده لحظيه وقتيه ما كانتش مترتب لها، حصل تاجيل، الناس الثانيه تلعب عشان نساعد المجلس المؤقت بتاع اتحاد الكوره والمسابقه تمشي بشكل كويس ايجابي. انما بقى ده فريق بيقول لك عشان هخسر تذاكر انا كنت جاي العب في مصر مثلا وعندي اسوان عنده مشكله مثلا مع المقاولين، سموحه مش عايز يلعب عشان يقول لك ايه مش معنى دول اجلوا، الجونه عايز ياجل، لا احنا لازم نقف في الفترات اللي هي فيها صعوبه يبقى في تكاتف والناس تبقى في مسانده للاتحاد اللي هو المؤقت عشان المسابقه تنجح. لو هم عندهم ديفو او لسه خبرتهم قليله امال انت مين اللي هيساعدهم؟ لما كانش الانديه تساعد اللجنه المؤقته دي مين هيساعدهم؟ طيب كرؤيه فنيه ليك انت كمدرب وعندك مباراه وحاطط برنامج بدني وبرنامج فني لميعاد المباراه، تاجلها بيربك حساباتك الفنيه وانت بتستعد للمباراه ديت؟ خاصه ان مباراه زي دي بتبقى لها طابع خاص،
بتحضر لها استعداد مختلف، بتقعد مع اللعيبه بتحضروا المباراه بشكل مختلف. اكيد فنان بتتعامل مع الموقف ده ازاي؟ اكيد، لان المباراه دي بالذات غير اي مباراه ثانيه بتتاجل، لان دي مباراه قمه ومباراه كبيره جدا جدا، دي بطوله داخل بطوله. مباراه الاهلي والزمالك بطوله داخل بطوله، المباراتين سواء الدور الاول او الدور الثاني هدول على جنب زي بطوله الدوري بالظبط او زي بطوله الكاس، لان المباراه بيقعد عليها فتره كبيره، بيبقى النادي منتعش اللي كسبان واخد ثقه وبيكون عدى المنافس زي ما قلت انا على طول، او زي ما بيتقال يعني بلغه الكوره الماتش ده بستة بونت، يعني ثلاثه بيعلوك، الثاني بيخسر ثلاثه وبينزل ثلاثه من الهزيمه اللي هي وما حققش ثلاث نقاط، فماتش بستة بونت بيدي دفعه وبيدي باور كبير جدا للفريق كسبان. احنا الحمد لله في النادي الاهلي مستعدين جدا للمباراه ولاي مباراه، مش مباراه الزمالك بس، بس دي ليها طابع خاص، كان التركيز بيكون اعلى شويه من المدير الفني لانه هو لسه كسبان مباراه السوبر وعامل اداء رائع. جه في الاخر مثلا كان في شويه حاجات كده في اخر 10 دقائق ربع ساعه خارجه عن ارادتنا بتاعت الاصابات وبتاع، فالناس حاطه بقى سيناريو المباراه دي وداخلين بقوه وكل الناس مستعده، سواء اللعيبه اللي كانت خارج المنتخب او اللعيبه اللي في المنتخب، والراجل حاطط برنامج وحاطط سيناريوهات للمباراه والناس كلها مركزه ان مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب. يجي طبعا اكيد هيحصل شويه لخبطه شويه في الايه؟ في الحته الرؤيه بتاعت المدرب في اداء المباراه دي او المباراه اللي بعد كده، لان انت دلوقتي الاهلي نزل بيان كمان، البيان ده بتاع النادي الاهلي ما الفريق الكوره او جهاز الكوره هيمشي تبع مجلس الاداره. مفيش حاجه تم اخذ رؤيه فنيه طبعا قبل ما ياخدوا القرار المراحل الفنيه الجايه، فاكيد ممكن ما يكونش في اي مباراه هتتلعب الا لما ناخد ميعاد للمباراه نلعب مباراه الزمالك، ساعتها الراجل بيكمل البرنامج التدريبي بتاعه، لان زي ما حضرتك تفضلت فيه توقف كتير في حوالي 40 يوم، فاحنا كنا مستعدين استعداد بقوه لمباراه الزمالك. هي بس هي بتبقى كنا نفسنا نلعب، احنا كنا نفسنا نلعب المباراه، وصدقني نتيجه المباراه انت ليه نفسك تلعب؟ الحمد لله الاهلي كان مطمنا الفتره اللي فاتت وماشي بخطه ثابته وتركيز عالي جدا جدا للمباراه اللي اتلعبت، الحته الفنيه كانت عاليه، الحته الرؤيه بتاعت المدرب التكتيك بتاعه عالي، اللعيبه كتير ظهرت بمستوى عالي جدا، كنا برضو محتاجين نشوفهم ماتش الزمالك، حسين ورمضان وحمدي فتحي الناس بقيه اللعيبه طبعا، بس للاسف الشديد التوقف حصل لخبط الدنيا شويه، بس انا شايف ان اول ما تلعب المباراه الاهلي بيرجع طبعا يكمل المسيره بعد التوقف، والمدرب ماشي بخطه ثابته، وعلي الفتره اللي فاتت عن اول مباراه او ثاني مباراه ليه كل ما بياخد فتره كبيره كل ما الرؤيه الفنيه للعيبه كلها بتبقى واضحه قدامه، وفي حاجه بصراحه الواحد مبسوط منها الفتره اللي فاتت ان هو طلع حاجات عند بعض اللعيبه ما كانتش موجوده، شايف هو حاجات كويسه جدا في رمضان ظهرت بصوره كبيره جدا بالنسبه للتهديف وبالنسبه للعب طريقه لعب رمضان، نفس الكلام حمدي فتحي في الحته اللي فوق، نفس الكلام حسين بسم الله ما شاء الله برضو في حته التهديف والثقه، فان شاء الله الفتره اللي جايه بعد ما قلت لحضرتك ناخد قرار باذن الله الاهلي يجي له موعد للمباراه وهيبقى فيه الفتره الجايه تبقى باذن الله النادي الاهلي تبقى ايجابيه جدا ان شاء الله. الانطلاقه والبدايه ممتازه يا كابتن صديق. طبعا يعني كنا نتمنى يكون في استمراريه، يعني هتفرج على الواحد بيبقى دايما بيستنى الاهلي يلعب مباراه كل 3 4 ايام، فكره انك تقعد فتره كبيره ما فيش مباريات وبعد كده تستنى 40 يوم، انا مش بقولك بقى احساس اللاعب ولا المدرب، انا بتكلم باحساس المشجع. تقلقك شويه ملل ازاي عايز اتفرج على ماتشات للاهلي. طيب البدايه كويسه. شايف البدايه ازاي مع المرحله الجايه يتم التعامل ازاي؟ هو طبعا زي ما احنا الحمد لله تخطينا العقبه بتاعه البدايه الاولانيه، كان عندنا كانو سبورت وكان الزمالك والانتاج وسموحه، دي كنا برضو احنا داخلين في الاول ماتشات كبيره وبرضو المباراه الاولانيه كان الريتم برضو يقلق شويه وطريقه اللعب والاداء ما كانش لسه الراجل برضو لما الرؤيه الفنيه بتوضح اكتر للمدرب ويبقى في معايشه مع الفرقه اللي ماسكها غير ما يكون لسه جايب مباراه او مباراتين او ثلاث مباريات، يبقى لسه برضو محتاج وقت يكتشف العناصر اللي موجوده عنده والامكانيات بتاعتهم جدا الفنيه والبدنيه لحد ما يوصل لاكتر حاجه جهوزيه فيهم بيبقى القرار بتاعه سلس في الاختيارات غير ما يكون لسه مش عارف اللعيبه دي كلها، هياخد فتره، فالحمد لله هو تخطاها بنسبه كبيره جدا من نجاحات بدايه المباراه اللي انا قلت لحضرتك كانوا سبورت والزمالك والانتاج وسموحه، وبدايه الفتره اللي هي كانت واسوان طبعا اللي هي في بطوله الدوري ماتش الزمالك
هو كان مستعدله كويس جدا زي ما قلت لحضرتك، زي ما حصل في المباراه الاولانيه ان شاء الله هو داخل على المرحله الثانيه اللي هي هيبقى فيها فتره كبيره توقف. انا بطمن جماهير النادي الاهلي، هو الراجل ماشي بخطه ثابته وعنده فكر، وعنده فكر تكتيكي عالي جدا. وبعدين في حته كويسه برده، حته ان هو قريب من اللعيبه وحاسس في قبول داخل النادي الاهلي من كل المنظومه على المدير الفني، بعكس ما كان جاي في الاول كان الناس شككت في قدراته عشان السي في ومش السي في، كل الحاجات دي طبعا الحاجات دي كانت ايه زي ما بيقولوا ايه موضه قديمه يعني. ناس مش عارفه التاريخ. مش عارف يعني، في ناس كتير جات سيفات كبيره وما توفقوش، مش عايز اقول فشل، ما فيش حد بيفشل، والتوفيق ما كانش حليفه، كان جاي في مهمه ما اداهاش بالايه؟ بالمطلوب منه، خلاص ادى دوره بيروح وبيجي واحد غيره. فشفت دوت، انا من ضمن الناس الحمد لله كنت متفائل جدا، لان الراجل يعني جاي يشتغل، واتفرجت على التدريبات بتاعته وعنده فكر يعني في تدريباته بيبان المدرب، غير ان هو يحط الفورمه التدريبيه، لا ما بتنعكس ده على اللعيبه في الملعب في المباريات الرسميه، بيتمرنوا معاه اللعيبه مبسوطه جدا بتدريباته، بياخدوا شغل في الملعب تحس طالع مرتاحه معنويا يعني. اللعيب بيجي بياخد الشغل دوت بيجي يطبقه في المباراه، يعني المباريات اللي اتلعب خمس مباريات او ست مباريات، صدقني فيهم ثلاث مباريات ثلاث ارباع الشغل اللي في الملعب النادي الاهلي بيطبقه، بالذات في الثلث الاخراني، الحته اللي تحت المهاجمين والحته بتاعت راس الحرب الوهمي اللي كان بيلعبها اجايه او اي حد، صلاح محسن او اي حد يكون متواجد. فالراجل عنده فكر، فانا مش قلقان، بطمن جماهير النادي الاهلي الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله باذن الله زي ما هو عدى او تخطى المرحله الاولى بنجاح كبير، بنسبه نجاحات كبيره، هو عنده اكتر من كده والاهلي عنده اكتر من كده، الاهلي لسه عنده كتير يقدمه للجماهير وبالنسبه لفريق الكوره يعني، وهم ماشيين بخطه ثابته. فانا مش قلقان فترة توقف بإذن الله، لأن احنا عندنا مشاركات زي ما حضرتك عارف أفريقية، في لعيبة المنتخب اللي يروحوا مثلا المنتخبات سواء الأولمبي أو المنتخب الأول، كل دي بتبقى إضافات للفريق وفرصة كويسة للناس اللي في النادي اللي هو بيجهزهم، اللي هي كانت بعيدة مثلا ما كانوش بيلعبوا أو بقى لهم فترة في إصابات، يكونوا رجع للحالة البدنية كويسة ويستفيدوا الفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب الانتصارات والبداية الجيدة، البعض ممكن يقول لك هي ضغوط عليك لانك بتكسب فلازم تكمل بنفس المسلسل الاستمراريه اللي انت تكسب على طول، وناس تقول لك لا ما هو المكسب ده والانتصارات دي ممكن تكون ضغط على المنافسين. شايفها اي معيار اقرب للتاني يعني او اقوى من التاني؟ هي بص، حته المنافسين بتسبب ضغوطات كبيره جدا جدا، طول ما انت ماشي كويس وبتكسب بتعمل قلق وبتعمل ارتباك لبعض الخصوم اللي هم مش عايزينك انت تبقى في حاله جوزيه عاليه. اصل انت هي منافسه رياضيه، ما هي منافسه بس لما لو كوره الاهلي هيتفوق على اي حد، لما تدخلني في حاجات فرعيه انت بتشتتني، عشان انت عارف ان انا ماشي بخطه ثابته فبتسبب لك ازعاج. لو انا ماشي مش كويس هتلاقي اي منافس ليك هيبقى مطمن يقول لك كويس ان هو في الوضع ده مش ايه مش مركز، انما دي بتسبب ضغوطات على الفرقه المنافسه. تاني حاجه في النادي الاهلي بحمل على الناس كلها ان لازم نحافظ على المستوى، وفي نفس الوقت بتدينا ثقة كبيرة جدا جدا جدا، لأن المكسب بيجيب مكسب، بتدي ثقة للجهاز الفني، ثقة الجهاز الفني غير ثقة اللعيبة. يعني إيه ثقة الجهاز الفني؟ يبقى عنده الرؤية بتاعته زي ما فيها مرونة في الاختيارات، عنده ثقة كبيرة جدا جدا إن الناس كلها جاهزة واللي بينزل بيكسبك، فهي دي الثقة، إن عمره ما يراهن على حد، يعني ما جه يراهن على جايه نزل عمل له كل اللي هو عايزه، يبقى هو كده إيه الثقة عليت عند بين اللعيب وبين المدرب، هينزل اي حد مش قلقان، الثقه بتعلى مع الانتصارات مع الاداء الجيد، مش هيبقى قلقان ان هو عايز ينزل محمد او ينزل صديق والنتائج فيها لخبطه، تتعادل تكسب بالعافيه هتلاقي الدنيا مكهربه، هيبقى في حساب بدقه ان انت حتى في التشكيل في تغييراتك. انما دلوقتي الحمد لله هو بيعمل، هي مش روتيشن زي ما يكون مثلا ايه اكتر منها، ثقة كبيرة منه في لعيبة النادي الأهلي، إن هو في واحد بيجيب جون بص ما تلاقوش الماتش التاني. يعني في ناس جابت جوان في النادي الأهلي من الفرقة كسبت. هو حتى شال اللعيب في أربع خمس مباريات حوالي 25 لعيب. لا وكان مسجل، يعني لعيب اللي هو الأفريقي نسيت اسمه في نص الملعب جاب جون شاله. أليو ديانج. ديانج جاب جون شاله، مش عارف ممكن حمدي فتحي جاب جون شاله، واحد سجل صلاح محسن جاب جون جه شاله. بس هو لما بيشيله عارف ان عنده قدرات وعنده امكانيات، وعارف ان اللي ينزل مكانه هيأدي دوره زيه بالظبط، فدي مكسب للنادي الاهلي، يكون عندنا لعيبه كتير. فاللي انت حضرتك تفضلت وسالت عليه ثقه للجهاز الفني، المكسب كبير
بيعلي برضو اللعيب في الملعب، بيخليه نازل عنده الباور وعنده نفسه مفتوحه ان شاء الله يكسب في اي وقت، لانه بيكسب المكسب بيجيب مكسب، والثقه للجهاز الفني، وطبعا بتبقى قلق وتوتر للمنافس. طيب ملف اخر اسالك عليه، ملف دوري ابطال افريقيا. القرعه اتعملت من حوالي اسبوعين واتحدد خلاص شكل المجموعات الاربعه للفرق اللي هتكون موجوده في دور ال 16. والبدايه هتكون ان شاء الله 30 النجم الساحلي، اول مباراه مع النجم الساحلي ايا كان مكانها بقى، سواء في السوسه او فرادس، لسه هيبان الموقف ده خلال الفتره اللي جايه. لكن كمستوى فني شايف مجموعه الاهلي ازاي؟ مع النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم ستارز بطل اللي هو زيمبابوي. هو طبعا المفروض انا شايف ان اعلاهم النجم الساحلي بسبب التاريخ والمشاركات الافريقيه اللي احنا شفنا عليها النجم الساحلي، سواء كانت ضد النادي الاهلي او في المشاركات الافريقيه اللي حتى لو مش في مجموعه النادي الاهلي. الكره التونسيه طبعا عندهم كره عاليه جدا ومتقدمه زي الكره المصريه في نفس المستوى بتاعنا، وكان عندنا مشاركات كتير امام الفرق التونسيه اللي هم طبعا الترجي، النجم الساحلي، الافريقي، الصفاقسي. فالكره التونسيه مش بعيده علينا ومش غريبه علينا. النادي الاهلي بيحترم اي فرقه سواء في زيمبابوي او في السودان او في تونس او في المغرب او الجزائر. الاستعداد طبعا هيكون قوي جدا، لان فريق النجم الساحلي ليه باع كبير او باع طويل في المشاركات الافريقيه، والاهلي هيبقى مستعد له استعداد قوي جدا. الفريق اللي هو بتاع بلاتينيوم اكيد لسه حديث العهد بالمشاركات الافريقيه، لسه جديد، لسه جديد. هيبقى برضو المستوى الفني، كان دايما الاهلي بيلعب في زيمبابوي مع دينامو زهراري. دينامو زهراري، انما بلاتينيوم زي ما حضرتك تفضلت حديث العهد، هيبقى برضو الحته الفنيه مش هتبقى عاليه زي النجم الساحلي. بس طبعا انت لازم تعمل حساب اي فرقه في المجموعه اللي انت فيها، وانا ضد ان يقول لك ايه المجموعه ضعيفه او مجموعه متوسطه او مجموعه قويه. ليه بقى؟ انت فريق بطل تلعب على البطوله، ايا كان المنافس او المشارك من المجموعه بتبقى انت مستعد له استعداد بقوه. معنى كده انك ما تتمناش سيناريو تاني للمجموعه، او كنت تتوقع مجموعه تانيه غير المجموعه دي؟ هي بس بتديك حته افانتاج. انا ليه بقول؟ انا عارف الاهلي حساباته غير حسابات اي حد، بياخد الامور بجديه وبقوه. بس احنا ايه، بعيد عن حسابات الجهاز الفني والمنظومه بتاعت النادي الاهلي، لا اكيد لما يكون مثلا معاك مع احترامي الشديد طبعا ليهم انديه كبيره، بلاتينيوم او الهلال السوداني، غير معاك مثلا مولوديه وهران من الجزائر، او معاك الترجي التونسي، او معاك مثلا الوداد. فبرضه فرق بتبقى مزعجه شويه. بس برضه لما نيجي تحط تحت الامر الواقع والمنافسه في ملعب، لا ما عندناش حد ان احنا نقلق منه. كل الاحترام والتقدير لاي فريق، ان الاهلي فريق بطل، والاهلي فريق في القاره الافريقيه. زي ما انت بتشوف كده الجدول، اي حد بيشوف النادي الاهلي جه في مجموعته بيبقى قلقان، والاحترام كامل والتقدير. يا كابتن صديق، انا حضرت القرعه يمكن على اخر 10 سنين، يمكن حضرت معظم الاعوام اللي كان الاهلي موجود في دوري ابطال افريقيا، او يمكن 9 من 10 سنين يعني. لاول مره، او يمكن كانت ظاهره قوي اكتر المره دي يعني. لكن اللي لفت للنظر بالنسبه لي، اولا اول ما ذكر اسم النادي الاهلي اثناء عرض اسماء الفرق والقرعه، مش عايز اقول لك القاعة بالكامل، وكان بالمناسبه مكتب تنفيذ الاتحاد الافريقي وفاطمه سموره الامين العام، تشجيع للنادي الاهلي، ناس سقفت بشكل كبير جدا لقيمه ومكانه الاهلي في القاره الافريقيه. طبعا طبعا. اتكلم بقى مع المسؤولين، محمد طلال المسؤول الاعلامي والاداري للوداد، بيتر ندوفو الزيمبابوي اللي كان موجود في مباراه مصر وزيمبابوي 94، هو حاليا التيم مانجر لسان داونز، وازاي بيتكلم عن قيمه النادي الاهلي. طبعا الرجاء، النجم الساحلي، الهلال، عشان هم عارفين يا كابتن محمد. لا ده على الساحه، قيمة على الساحه كبيرة الافريقيه. اما الناس تيجي تقول نادي القرن، في ناس تفكر ان مثلا اعضاء النادي الاهلي او مجلس اداره او الجهاز الفني او الجماهير او الناس اللي عاملين بالنادي الاهلي في كل الاجهزه الفنيه الاهلي، ان احنا بنتحيز للنادي الاهلي، ده وضع طبيعي. ومش احنا بس، كل في الشرق الاوسط وفي كل افريقيا كلها عارفين حجم وقيمه النادي الاهلي. شوف كم نادي في الخليج وفي المنطقه العربيه وفي افريقيا متسمى باسم الاهلي. ما دي مش من فراغ يا كابتن. اكيد دي مش من فراغ، دي تعب سنين ومجهود شاق متعمل من اول نشاه النادي الاهلي، وبطولات ومنافسات افريقيه، بطولات عالم، كاس العالم للانديه، وقرارات تاريخيه وقرارات ومبادئ. هي دي اللي تخلي الناس تحط النادي الاهلي في المقدمه. مع احترام الانديه الثانيه، كل نادي ليه احترامه وتقديره، بس الكوره التاريخ، لما على مدار التاريخ، التاريخ ما بتزورش او حد يبالغ فيه، لان في احصائيات، في بطولات، في كل حاجه ليها تواريخها، في اجيال. كل الناس اللي صنعت تاريخ النادي الاهلي
لما تيجي بعد عمر طويل هتلاقي لك اه فلان انا فاكره لعب سنه كذا. ما فيش حد هيجي يقول ايه لا الاهلي ما خدش بطوله كذا، لا في تواريخ، في قيم، في مبادئ كله ماشي عليها. الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي في الاجتماعات الاخيره، بما ان الاتحاد الدولي حاليا من خلال ورش عمل موجود جوه الكاف وبيحاول يعمل تطوير للكره الافريقيه، وهو بيعمل تطوير للكره الافريقيه كان دعا الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، بما انها هي دايما رجليها في الملعب ودايما موجوده في المطبخ، فعارفه المشاكل ايه والايجابيات والسلبيات ايه. صح. فكان من ضمن الافكار مين الانديه اللي ندعوها؟ قال لك ما انا مش هدعو كل الانديه، لازم ادعو الانديه الصفوه. صح. او الانديه اللي هي دايما هيختصروا. في الكلاس اي او. صح. الانديه اللي هي دايما موجوده في التصنيف الاعلى. فمن هنا كان وجود النادي الاهلي في الاجتماعات، وكان طبعًا. دايما ليه رؤيه من خلال حضور الكابتن محمود الخطيب لافكار وتطوير الكره الافريقيه وازاي نطور المسابقات الافريقيه. طبعا. فدي مكانه الاهلي في افريقيا، دي مكانه الاهلي لدى الكاف. الناس عارفه مكانه النادي الاهلي، واي حد بيشكك في النادي الاهلي او في قدرات النادي الاهلي او في تاريخ النادي الاهلي، بص حضرتك اللي بيتكلم يقول زي ما عايز، بس زي ما قلت لحضرتك الارقام والتواريخ والبطولات هي اللي بتفرض نفسها وتحط النادي في المكانه الطبيعيه بتاعته. لما نقول نادي القرن، لا نادي القرن ببطولاته بمبادئه بقيمه اللي كل واحد يقول اللي عايز يقوله، بس في الاول وفي الاخر احنا مش هنقول ايه اللي بيزعلوا لما يقول الاهلي فوق الجميع، لا الاهلي ليه مكانته. ليه مكانته وليه وضعه الطبيعي، واي حد يتمنى يكون في مكانه النادي الاهلي. طيب في سيناريو كنت تتوقعه، او في انديه كنت تتمنى تكون موجوده مع الاهلي في المجموعه، او في مباراه كنت تتمنى تشوفها في دوري المجموعات بالنسبه معانا احنا؟ يعني قبل مراسم القرعه وجود النجم والهلال وبلاتينيوم، كانت في فرق ثانيه موجوده في المجموعات الاخرى. لا هو دول كمستوى، المستوى الفني هم زي ما قلت لحضرتك الاهلي بيلعب اي حد، بس مستوى فني يبقى فيه ارتياحيه شويه للجهاز الفني ولمنظومه النادي الاهلي في البدايه، ان يكون ايه برضه مع الفرقه دي ان شاء الله، عشان ما نخش في البطوله نخش بقى في الماتشات الجامده بعد كده، يبقى احنا عدينا المرحله دي زي ما بيقولوا باقل الخسائر. ما هي بدات جامده اول مباراه مع النجم الساحلي. بس بعد كده مثلا الهلال السوداني والبلاتينيوم ان شاء الله مجمع نقاط، ولما تيجي بقى تلعب الفرقه الثانيه القويه دي هنطلع من البطولات دي، البطوله الاولانيه اللي هي دور المجموعات باقل الخسائر، يعني ان شاء الله ما يكونش في اصابات كتير، نطلع بالنتائج. لا عندك مساحه زمنيه كويسه، ده الاول ماتش 30/11 اخر ماتش في دور المجموعات 7 مارس. كويس. عندك مساحه حوالي في ارتياحيه اكتر من حوالي 70 يوم بتلعب فيهم 6 مباريات، في ارتياحيه ان شاء الله، والاهلي يبقى اكثر جهوزيه وان شاء الله ما يكونش في اصابات ومفيش اي حاجه. طيب انت عندك مباراه النجم في تونس، البدايه شايفها ازاي في تونس؟ بالنسبه لفرقه النادي الاهلي هي هتبقى بدايه قويه، الماتش هيبقى في تونس، انت عارف في جماهير تونسيه والمباراه هناك بجمهور. طبعا الجمهور بيدي برضه باور لفرقه النجم الساحلي، بس النجم الساحلي عارف ان هو بيقابل خصم او فريق قوي وكبير على الساحه الافريقيه، فيكون عامل لك الف حساب. انا شايف ان شاء الله الاهلي يؤدي اداء بقوه بره ويعمل نتيجة كويسة تكون إيجابية تنعكس على المباراة اللي بعدها، وتنعكس على المباراة، لأن دي البداية، يعني لما يكون في النتيجة إيجابية يبقى في باور ليك إن أنت تعدي الماتشات اللي بعد كده وتاخدها بقوة وتديك انطلاقة في البطولة الأفريقية. ما تكونش في نتيجة عكسية أو سلبية تهمدك شوية، بس أنا واثق إن الأهلي هيتخطى المباراة دي بنتيجة إيجابية. الأهلي في جوزية كويسة والحمد لله الفريق بقى يطمن. يعني ترتيب المباريات، المباراة الثانية مع الهلال السوداني في القاهرة، شايف اولا يمكن الاهلي ما قابلش الهلال بقاله فترة طويلة، الهلال والمريخ بقاله فترة كبيرة، الكرة السودانية برضو مش بعيدة عننا، يعني احنا متابعين الهلال والمريخ وكرة السودانية مباريات بينا ايكوال على فكرة، يعني مفيش بالنسبة للتاريخ الاحصائيات، بس دلوقتي احنا الاهلي مباراة زي دي هتبقى في القاهرة ان شاء الله باذن الله، باذن الله هيبقى الفوز حلفنا ونتفوق عليهم في القاهره ونعمل نتيجه ايجابيه كويسه جدا. والاهلي بيحترم اي حد سواء الماتش في مصر او خارج مصر، ما فيش الاهلي بيفصل الحته دي، يقول لك الماتش بقى في ملعبي لا بره زي جوه، فالاهلي عنده الفتره اللي جايه مشاركات كتير وهيكون الفرقه جاهزه اكتر من كده كمان، واللعيبه اللي موجوده الراجل هيبقى محتار يلعب مين. الحمد لله اللعيبه كلها جاهزه، ما فيش الا واحد او اثنين بس هم اللي مروان ربنا يشفيه يعني عشان الاصابه على ما اعتقد يعني، ومحمد رجع محمد محمود اللي هو كان في نص الملعب. الفريق كله جاهز هيخش على المباراه دي، نعمل النتيجه ايجابيه في القاهره ونعمل سكور كويس باذن الله. باذن الله.
ترتيب المباريات يخدمنا شويه، لان حتى بعد مباراه النجم في تونس عندك مباراتين في القاهره ورا بعض، الهلال ثم بلاتينيو. هي بتديك افانتاج شويه ان المباراتين هنا ما بيبقاش في سفر برضه، عارف السفر بالذات بقى فرقه بعيد شويه، او ما تيجي مثلا تلعب هنا مع بلاتينيو غير ما تلعب مع النجم الساحلي، وبعدين تيجي تسافر زيمبابوي هتبقى برضه مجهود شاق عليك بدني وذهني. انما لما يكون ماتشين في القاهره بيدوا ارتاحيه للجهاز الفني وللعيبه، استقرار اكتر، تدريبات ما عندكش برضه ايه ضغوطات عليك، بتوفر عليك حته مشقه في حته السفر وكده. وان شاء الله نطلع بنتائج ايجابيه فيهم تريحنا، ويجي لك بعد كده النجم الساحلي في القاهره، دي برضه كويسه جدا جدا. هو انت هتلعب النجم في تونس، بعد كده الهلال في القاهره، بلاتينيوم في القاهره، وبعدين النجم يجي لنا هنا، بعد كده لا هتروح لبلاتينيوم في زيمبابوي. النجم مش هيجي هنا بعد الماتش دول، بعد كده هتلعب مع بلاتينيوم في زيمبابوي، بعد كده هتلعب مع النجم هنا، هنا عندنا، بعد كده تروح الهلال في السودان. برضه معقوله يعني، هيبقى ماتش اللي هو بتاع بلاتينيوم، بعد ما نقضي المباراتين هنا هيبقى في ارتياحيه، والرؤيه هتكون بانت، هتكون بنت بنسبه برضو كويسه، بنسبه مثلا ان شاء الله بالنسبه لينا احنا كنادي الاهلي ممكن باذن الله تبان بنسبه 70-80%. ان شاء الله ربنا يكرمنا ثلاث نتائج ايجابيه هيفرقوا معانا جامد جدا جدا في المباراه اللي بعد كده. طيب البطوله السنه دي في افريقيا تتوقع انها تكون من اقوى النسخ في دوري ابطال افريقيا؟ يعني بنتمنى، يعني في فرق اللي هي المشاركه حتى في المجموعات الثانيه كل واحد عنده حلم وعنده نفسه يوصل لنهائي البطوله الافريقيه، وبيحاول يجتهد وبيحاول مثلا جايبين مدربين على اعلى مستويات ومجهزين لعبتهم، كل واحد عنده طموح مشروع عايز يلعب على البطوله، فان شاء الله تكون بطوله قويه جدا جدا اكتر من المواسم اللي قبل كده. ده في مجموعات ثانيه فيها مباريات موت طبعا، اكيد كسر عظام، اكيد يعني الترجي مع الرجاء، الوداد مع سان داونز، كده سان داونز والوداد ده انت تحس ان هم حاله عشق كده دايما في كل مبارياتهم، هم حتى الصحافه المغربيه قالت هو ايه العلاقه اللي بينهم وبين سان داونز في كل البطولات على طول، يلاقي يا اما في المجموعات يا اما في دور الثمانيه، الوداد لاقيه في سكته على طول على طول. بالظبط. بس هم الفرق الشمال افريقيا هم وصفوها حتى هناك في الصحافه المغربيه ان هي حاله عشق ما بين النادي الوداد وسان داونز في كل البطولات. شمال افريقيا برضه دايما عندهم لعيبه كويسه وفرق قويه جدا، اكيد زي الكره الافريقيه ما بتعلى كره في شمال افريقيا. بص الجزائر اللي شوف عملوا كسبوا كولومبيا 3 الكره ما شاء الله في شمال افريقيا بقى الكره بقت تعلى، عقبال منتخبنا كده ان شاء الله يعني نشوفه في احسن صوره ويعلى بقى ويعوض الفتره اللي فاتت. كابتن صديق جمال عضو لجنه اكتشاف المواهب، انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما منورنا في قناه الاهلي، وبنسعد دايما بارائك الفنيه في الفتره القادمه. الله يخليك كابتن محمد، انا كنت سعيد جدا كنت موجود مع حضرتك يعني. الله يخليك يا فندم، شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا ليك. فقره كانت مهمه جدا، فقره فنيه لمعرفه الرؤيه الفنيه في التوقيت الحالي، سواء في تاجيل المباريات، البطوله الافريقيه القادمه، انتظام المسابقه، اثر ده كمان ايه على الفرق والاجهزه الفنيه وهي بتحط برامج بدنيه وتدريبيه للمراحل اللي جايه، عنده مباراه كبيره، عنده مباراه في الدوري، ازاي الجهاز الفني بيشتغل على ده، ولما بيتفاجئ بتاجيل مباراه ازاي بيحضر ليه ان هو يعمل بقى شغل تاني خالص لمرحله تانيه عن المرحله اللي كان بيشتغل عليها. بشكل عام الفتره الجايه يا رب باذن الله تكون افضل من الفتره السابقه، ويهمنا ان الفتره الجايه يكون في انتظام للمسابقه وما يكونش في عشوائيه عشان ما يحصلش نفس اللي حصل الموسم الماضي واللي كل الضرر يعني كان ضرر بالغ كبير جدا على كل الانديه سواء في انتقالات. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني فيها زميل عزيز ناقد رياضي كبير رئيس القسم الرياضي لجريده الشروق الاستاذ خالد الاتربي. استاذ خالد اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك، انت منور محمد، ودايما قناه الاهلي منوره ومنوره بجماهيرها ومجلس اداره وكل حاجه. طبعا الصحافه والاعلام الرياضي خلال الساعات الاخيره مش ملاحق على الاخبار وردود الافعال من كل الاتجاهات.
النادي الاهلي خلال 48 ساعه منذ اعلان الموقف من قبل اتحاد الكوره كان بينتظر المكاتبات والخطابات الرسميه لدراسه الموقف، معرفه راي الجهاز الفني في الفتره القادمه، ثم اصدر بيان ظهر اليوم، ثم صدرت ردود افعال من جهات مختلفه. لكن البيان بشكل عام كصحفي وكناقد رياضي، كيف استقبلته وتعليقك عليه بالنسبه للمرحله اللي جايه؟ طب اسمح لي بس قبل ما اتكلم عن رايي في البيان اتكلم عن توقيت البيان. توقيت البيان في الوقت اللي كل الناس طلعت ردود افعالها مباشره بعد القرار مباشره، معظم الانديه سواء في انديه قالت احنا مرحبين، في انديه قالت احنا معترضين على القرار، كان النادي الاهلي اللي هو الطرف الاول والاصيل التزم الصمت تماما. مظبوط تماما. في الاوقات اللي زي كده النادي الاهلي بيهاجم، مجلس اداره النادي الاهلي بيهاجم حتى من جماهيره. ايه الصمت؟ ليه الصمت ده؟ احنا ليه متاخرين؟ احنا ليه ما بناخدش قرار صح؟ على الرغم ان في سوابق قبل كده في مواقف وقرارات كان برضو النادي الاهلي بيتاخر وبياخد ضغوط كتيره وبرضو النادي الاهلي بيستنى لحد ما يطلع قرار. انا عايز اسال سؤال، كل الناس بلا استثناء سواء من صحفيين نقدر رياضيين زمايلنا المتابعين اللي بيفكروا في ايه اللي ممكن يكون القرار، انا عايز اسال لكل الناس، مين توقع رد فعل اداره النادي الاهلي بهذا القرار؟ محدش. بالظبط محدش. القرار اصلا ما جاش في بال حد، ما جاش على دماغ حد، كله كان قال النادي الاهلي هيطلع، ممكن اخر النادي الاهلي او اقصى حاجه ممكن يعملها النادي الاهلي ان النادي الاهلي يطلع يعترض على التاجيل ويقول ان احنا موافقين على قرارات الامن، ولكن النادي الاهلي تصرف تصرف الكبير. بمعنى النادي الاهلي في بيانه قال انا مش هسمح بتكرار العشوائيه تاني. لو نرجع بالزمن فتره بسيطه كده هنكون كلنا فاكرينها، ان في الفتره اللي النادي الاهلي قال انا مش هلعب الا لما كل المؤجلات تحصل، وكان بيان كامل من مجلس اداره اتحاد الكره السابق ان النادي الاهلي كان له كل الحق. خد بالك والناس ترجع، بيان شهر 6 الماضي. طبعا النادي الاهلي كان له كل الحق في موقفه، لان النادي الاهلي بيبحث عن مسابقه منتظمه غير عشوائيه تضمن مبدا تكافؤ الفرص، ولكن كان هناك رجاء من اتحاد الكره الوقت لا يسمح بتنفيذ مطالبك الان. فالنادي الاهلي دلوقتي وقبل ما ندخل في الوقت لا يسمح بتنفيذ مطالبك الان، لا انا لسه في بدايه المسابقه وهاخد موقف في بدايه المسابقه علشان ما اجيش تاني تيجي انت تقر ان انا ليا الحق بس اصبح في استحاله في تنفيذ الحق، اصبح الباطل هو اللي انت مجبر عليه. لكن النادي الاهلي بيتمسك، وعلى فكره ده في صالح الكره المصريه طبعا. انا دلوقتي هو النادي الاهلي زي ما قلت لك تصرف تصرفات الكبير، عارف انت زي في الافلام زمان او دلوقتي او حتى في الافلام الاجنبي دايما بتلاقي مثلا لو في بعض المواقف بتحصل بتلاقي حد يطلع برأيه وحد التاني يطلع برأيه وحد التالت بيطلع برأيه، لكن تيجي البطل بيفضل قاعد بيترقب كل ردود الافعال اللي حاصله ويكون ساكت. ده البطل بيكون ساكت وفي الاخر يكون هو رأيه وقراره هو الصائب، حتى يعني زي ما بيقولوا كده ممكن يقول لك الله عليك يا سيد المعلمين. في قعده العيله كده كبير العيله دايما بيسمع لكل الاراء وفي الاخر بيقول كلمته. فالنادي الاهلي زي ما قلت لك وانا مصر على التوصيف، النادي الاهلي تصرف تصرف الكبير، لان النادي الاهلي هو الكبير. لو نيجي نشوف مع احترامنا الكامل للجنه المؤقته التي تدير اتحاد الكره، مقارنه بكل اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كخبره اداريه، لا النادي الاهلي ما فيش وجه مقارنه. هتقول لي هنا برضو ده اتحاد كره وده النادي الاهلي، انا بقول لك حد بيبص المسابقه، ما هو في النهايه النادي الاهلي بيقيم او بيحط سياسه، طالما الطرف الكبير فشل في وضع السياسه او مش قادر يحط السياسه او مش قادر ينفذ السياسه لاي مكان ايا كانت الاسباب، في نظام النادي الاهلي متمسك بيه خلاص، وده اللي اقر بيه النادي الاهلي في البيان. النادي الاهلي قال لك مين قال لك ان مش محترم قرارات الامن؟
هات هات البيان وشوف كام مره شدد النادي الاهلي في كلامه انه بيحترم الامن، انه بيحترم قرارات الامن، ولكن انا احترمت قرارات الامن. انت بقى كنت تحط كوره، خد الكوره بقى في ملعبك، قوم بدورك. الكوره كانت في ملعب الامن تمام، فالنادي الاهلي جاب الكوره وحطها في ملعب اتحاد الكوره، وهو ده المفروض ان الكوره تفضل في ملعب اتحاد الكوره. من يدير ايه لازمه اتحاد الكوره؟ طب ما تيجي نسال سؤال تاني، هو مين اللي بيدير المسابقه بالظبط؟ فين الرابطه؟ لا ده موضوع تاني. لا ده موضوع اولاني. لا ده موضوع تاني. اتحاد الكوره حاليا دلوقتي، ونتفق انه لجنه معينه من قبل الفيفا مؤقته لاداره الامور، لكننا توسلنا فيها الخير اول ما تم اسناد المهمه ليها، على الرغم ان فيهم زملكاويه كتير، وقلنا ان كل واحد في موقع المسؤوليه. ياما كان في زملكاويه في موقع المسؤوليه وكانوا قد المسؤوليه، ياما في اهلاويه كانوا في موقع المسؤوليه ولم ننظر الى هذا الامر، وكان الامر ان انت بتنظر للامور بتجرد. واحنا دلوقتي لا نتهم ان حد انه بيحابي نادي على حساب نادي، ولكن فين دلوقتي؟ انا لما بغير، لما مصر لما تم لما اتحاد الكوره استقال او اجبر على الاستقاله، ايا ما كان حصل، بسبب اجبر على الاستقاله بسبب الخروج بسبب ايا كان، او هو شاف ان وضعه ما كانش ينفع يستمر، جت لجنه، لجنه علشان تدير الامور، جت نفس الظروف، نفس القرارات، نفس كل حاجه. طب انا غيرت ليه؟ ما انا كنت اسيب الناس واسيب الحاج عامر حسين موجود وكل حاجه تفضل موجوده. ايه وجه التغيير؟ هل انا بغير اشخاص ولا بغير سياسات؟ المفروض اغير سياسات. فين السياسات اللي اتغيرت من ساعه ما حصل؟ هل السياسات ان اجيب شكل لجنه المسابقات؟ عملنا ديكور بس. هو احنا بنعمل ديكور وفي الاخر ما بننفذوش. انا في القناه هنا من يقرب من شهر واسبوع او شهر ونص، كان الزميل محمد الجندي بيسالني سؤال واضح ومحدد، شايف رايك ايه في حسام الزناتي رئيس لجنه المسابقات وهو عنده 26 سنه، وهل هذا السن يسمح لي انه يكون فعال كرييتيف في ان هو يقود المسابقه؟ قلت له قبل ما تبص لسن حسام الزناتي او خبرات حسام الزناتي، لابد انك تسال نفسك سؤال واحد، هل يملك او هل يستطيع اتحاد الكره الحالي توفير الحمايه لحسام الزناتي او لاي مسؤول لاي لجنه؟ وخلينا نتكلم في حسام الزناتي ولجنه الحكام الاثنين، عشان هم اكثر احتكاكا بالانديه واكثر احتكاكا بالمسابقه. هل يقدر؟ هل يستطيع انه لو فرض عقوبه او لو فرض قرار او لو فرض اي حاجه، هل لو تم مهاجمته الهجوم عليه في احد القنوات، انا قلت كده باللفظ، هل لو تم الهجوم عليه هتقدر تحميه؟ لا، كان اتحاد الكره نفسه مش قادر يحمي نفسه. هيحمي الناس اللي شغاله معاه ازاي؟ او اللي تحت لواءه ازاي؟ كلام ممكن الناس تحس انه صعب شويه. لا صعب ايه؟ او قاسي شويه. لا صعب ايه؟ تمام؟ لا استنى، الحاجات دي بتتنفذ في الدول اللي عايزه تخلي الكره صناعه، ما هو بتعمل رابطه للمحترفين، وبتعمل لوائح، وبتعمل انضباط، وبتعمل لجان قيم. ما هو علشان كده، سنين. ما هو علشان كده بقول لك هو صعب شويه ليه؟ لان احنا لحد الان ما عملناش ده، او لم ندرك ان الكره كده. احنا لحد دلوقتي بنتعامل مع كوره ان هي حته كوره منفوخه وكله بيجري وراها، وفي الاخر بس خلاص. هل تعاملنا معاها ان هي صناعه؟ هل لما يكون في مسابقه شبه منتظمه عندنا كان هو؟ طب ما تيجي نشوف الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان ملخبط، وكان في له ما له وعليه ما عليه، لكن كان لفتره من الفترات كان في منافسه، كان في انديه، كان في حجم انفاق كان طبعا غير طبيعي طبعا، ولكن بتحس ان في ازدهار، بتحس ان في شبه صناعه. طب احنا لو فكرنا ان هي تبقى صناعه، ايه المشكله؟ ايه المشكله لما نتعامل باحترافيه في كل الامور؟ مش عايز اخرج عن اطار البيان، ولكن انا حبيت اني اشيد بموقف مجلس اداره النادي الاهلي وعدم رضوخه للضغوط. انا كنت متابع السوشيال ميديا على مدار الساعات اللي فاتت، وكان حتى بيجي لي كتير بحكم بحكم عملي كناقد رياضي، يعني هو فين رد فعل النادي الاهلي؟ بس مش ملاحظ حاجه المره دي؟ رد فعل الجمهور قبل ما يكون في بيان كان بسيط،
ما كانش قوي زي قبل كده. ابتدى الجمهور يحس بالمواقف اللي بتبقى حوالين النادي الاهلي. ما انا اقول لك على حاجه صح، ما هو صح، وده ابتدى الجمهور خلاص يعي للظروف اللي بتدور في المسابقه وبتدور حوالين النادي وده متصل بنفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه. ان ما حدش جه في باله ان النادي الاهلي ممكن ياخد قرار زي كده، لانك لو قعدت مسكت ورقه وقلم كواحد بعيد عن الاداره وملكش باع في الاداره، وقعدت تجيب ورقه وقلم تطرح كل الحلول ده مش هيجي في بالك. انا ما بقولش ان احنا ان الناس لا، هو الموضوع في اداره، ناس ليها باع في الاداره طبعا، فعارفه ازاي تلتزم بقرارات الدوله وازاي حافظ على حقي. خد بالك دي كانت معادله صعب جدا تنفيذها، وصعب جدا ان حد يجي في باله ان هو ده يحصل وحصل. فده بجد يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، وهو مش غريب على اداره النادي الاهلي، دايما بتدي دروس في الاداره، دايما ليها منهج متفرد، دايما ليها دايما بتحس ان القرار مش قرار منفرد، مش قرار بيطلع على الهوا وبعد ساعه ارجع فيه. لا، اسمع الاول وجهه نظر الجهاز الفني، بعد كده اعمل اجتماع كابتن خطيب زي ما الناس عارفه انه سمع الجهاز الفني وقعد مع مجلس الاداره وتناقشوا. وكابتن الخطيب، كابتن الخطيب يعني وضعه يسمح له كتاريخ وقيمه وقامه، وضعه يسمح له لو بتفكير انديه ثانيه، وضعه يسمح له انه ياخد قرار. راجل كروي ويعلم كيف تدار الامور، ولكن كابتن خطيب موجود في مؤسسة عريقة اسمها النادي الأهلي، بتحط تراث إداري ليها ولأي نادي عايز يحزو حزو، لأي نادي عايز يحزو حزو. عشان كده النادي الأهلي كبير وهيفضل كبير، مش بالكلام، بالمواقف اللي زي دي، بالمواقف والقرارات. طيب، ردود الأفعال بعد إصدار البيان، كيف تابعت ردود الأفعال؟ وبالتأكيد دايما بتعتمد اللي انت تسمع ردود الأفعال من كل الجهات، سواء اتحاد الكوره، الانديه المتنافسه، الاعلام الاخر. طيب، البعض ممكن كنت تهم الاهلي باصطناع عراقيل، انت شايف وجهه النظر الاخرى او شفت ردود الافعال ازاي؟ خلينا ناخد الاول اللي هو رد فعل جمهور الاهلي اللي هو اللي يهمنا احنا. تمام، ان هاشتاج تقريبا جمهور الاهلي مع قرار الاداره ده في ظرف وقت قليل كان متصدر. الهاشتاج ده مؤشر، يعني مش عايزين نقول ان الناس تقول لك انتوا ماشيين بالسوشيال ميديا، انتوا بتشوفوا السوشيال ميديا، ما هي انت وانا والناس وكل حاجه، ولها ما لها وعليها ما عليها، ولكن الناس مبسوطه. زي ما قلت لك، ما كانش في بالهم ان القرار هيحصل بالشكل ده. نمره واحد. نمره اتنين، لقيت وشفت ناس بتقول القرار ضعيف. اي، ما هو ضعيف، ما عشان انت دماغك ما وصلتلوش، ما هو مش متوقع، ما هو دماغك ما وصلتلوش، ما انت مش هتفهمه. ما هو في الاخر انت بتقول ان القرار ضعيف، طب ما تيجي نقعد على ترابيزه واحده ونتكلم واحده واحده، ضعيف ليه؟ بس للاسف هو انت مش هتسمع، انت قلت قرار ضعيف، زي ما قلت انا موافق على الماتش، انا لا انا رافض، لا انا موافق، اختلاف وجهات النظر في اقل من 24 ساعه. طب انت موافق وانا مش هقدر العب، عندي اصابات، لا انا جاهز واقدر العب. موافق بناء على ايه ورفضت بناء على ايه؟ ده اي طرف بشكل عام. ما خد بالك، مش الاهلي بس، مش الزمالك بس اللي رفض بقى، أو اللي قبل. في انديه قالت لك مش هلعب، لا هلعب. طب انت مش هتلعب بناء على ايه؟ وهترجع تلعب بناء على ايه؟ كام نادي احنا واحنا بنجهز لصفحه الرياضه اللي هي نزلت النهارده في الشروق، خدنا اراء انديه كتير، النادي ده موافق، النادي ده رافض، النادي ده موافق وده رافض، وكتبنا وعملنا كل حاجه. خلاص، النادي الاهلي موقفه واحد، هو ماشي. حتى كنا بنقعد ندرس، طب احنا هنكتب ايه، طب احنا هنعمل ايه. ما هو برضو انت لما تيجي تشتغل كصحافه لازم برضو لما بتقول ان النادي الزمالك عمل كذا، هو في طرف اصيل الناحيه الثانيه، هو بالعكس ده هو الطرف الاول، ما حدش عارف يجيب معلومه. 48 ساعه ما فيش خبر، ما حدش عارف يجيب معلومه. 48 ساعه ليه؟ ما فيش خبر، ما هو ليه ما حدش عارف يجيب معلومه ليه؟ لان المعلومه بتتصنع،
انت بتصنع قرار. فدلوقتي هتقول لحد احنا مش هنلعب وممكن بعد ساعه هتقول هنلعب. لا، كابتن خطيب قعد المفروض يعني على حسب ما قيل برضه يعني قعد مع الجهاز الفني، ثم تم دراسه الموضوع من مجلس الاداره، ثم خرج القرار وفقا للاليات المتفق عليها بس في النادي الاهلي. قبل كل ده انت انتظرت المكاتبات الرسميه والخطاب الرسمي من اتحاد الكره عشان تعرف طبعا النادي الاهلي اللي على اساسها. ما هو النادي الاهلي ما بقول لك، ما هو النادي الاهلي دايما على مدار تاريخه حتى لما بنقعد يعني لما بنقعد نتواصل نتواصل تقول له طب لو حصل كذا هتعمل ايه؟ يقول لك انا ادخل في علم الغيب ليه؟ انا يجي لي قرار مكتوب واتناقش فيه. مش لو حصل كذا 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 انا هعمل كذا كذا. مفيش الكلام ده ابدا على مدار التاريخ. يعني هتكلم عن نفسي، اما يقرب من 15 سنه تعامل يومي مع النادي الاهلي بحكم شغلي، كل الادارات بنفس السياق. هيجي لي ورق، هيجي لي قرار هشتغل عليه. بس طيب، انتظام المسابقه هو امر صعب على الاتحاد؟ ليه بحس ان هو معضله؟ ممكن يجي لك ظرف في توقيت معين لتاجيل مباراه او ترحيل مباراه، بتحصل وحصلت في اسبانيا وبتحصل في اماكن كتير، بس عشان تبقى حريص على انتظام المسابقه وانت بترحل او انت بتاجل حط البديل ليه على طول. بحس ان انت ايه، اجل امتى؟ اخر الموسم، اخر الدور الاول. المسابقه كده شايفها ازاي؟ يعني انت شايف ده بيأثر على انتظام المسابقه، بيأثر على نزاهتها، بيأثر على تكافؤ الفرص، شايفه ازاي؟ وهو صعب قوي على الاتحاد للدرجه دي، لان حتى الشخصيات اختلفت بس نفس الاداره. هو انا حاسس ان هي بالنسبه للكوره عندنا بنتعامل معاها ان هي معادله لا تقبل الحل، هتمشي وهي هتمشي. نظام قعدات العرب زي ما بيقول، احنا مفيش ماتش القمه يوم السبت، تبات الفرقه دي تلعب الفرقه دي خلاص. ازاي بناء على ايه طيب؟ بناء على ايه طيب؟ يعني لو النادي الاهلي مثلا هيلعب نفس الماتش دلوقتي، انا فريق قاعد بستعد ليه الزمالك كمدير فني، تركيز معين، تكليفات معينه، خطه معينه، شكل معين، عايزني بعد 3 ايام اشوف فرقه ثانيه، فاعمل بدل مثلا لو كنت هلعب بنظام مثلا وحده واحده على الزمالك، او هلعب بهجوم ضاغط، هغير كل حاجه، هغير كل ده، هغير كل حاجه عشان هلعب مثلا سين او صاد، سين او ثانيه. مفيش كده فعلا، مفيش كده. بس هو ايه، عشان ما اضغطش الوقت فاجيب ده، لا مفيش كده في الدنيا. ده زي ما بقول لك ان احنا قاعده عرب. هو نفس بص، نفس ما هي تغيرت الاشخاص، مش هقول سياسيه انا، بس الفكره واحده. لا مفيش فكره يا رب، فين الفكره؟ ما في فكره ولا في سياسه؟ هي الفكره السلبيه. لا ولا حتى سلبيه ما حصلتش. ده هي احنا بنقعد طب يلا نشوف اي حل، طب 3-4 اسابيع وبعد كده بنشوف الباقي. طب اقول لك على مفاجاه، انا مثلا يعني تصريح لاحد اعضاء اتحاد الكره، ما هو في التوقيت ده مش هتلاقي فيه تصريح رسمي باسم حد، هتلاقي دايما ايه، مصدر. مصدر يقول لك ايه، اللائحه بتقول ان النادي هو اللي يجيب الموافقه الامنيه لائحه المسابقات. بص خد بالك بس من المعلومه دي، لان المعلومه دي مهمه جدا، لان خلال الايام الجايه هتلاقي الناس كلها بتتكلم فيها. بيقول لك لائحه المسابقات، هي فين لائحه المسابقات يا فندم؟ لائحه المسابقات بعتها للانديه؟ لا يا فندم. لائحه الانضباط بعتها للانديه؟ لا يا فندم. طب انت بتتكلمني على لائحه المسابقات ازاي وانت ما بعتهاليش؟ ده انا اساسا بقالي اكتر من شهر ونص بطلب منك اللوائح المنظمه للموسم الجديد، ولغايه اللحظه دي ما ردتش عليا. طب ما احنا قبل ما نسال عن اللائحه ما تشوف الناس هتطبقها، هو مين اللي هيطبق؟ لو ما هو بيقول لك انا عامل لائحه. ايوه مين اللي هيطبق؟ مع احترامنا لكلهم جميعا بجد يعني، انا هطبق وهو هيطبق. لا هو فعلا انا شايف ان هو عاجز عن التطبيق في الوقت الحالي. في الوقت الحالي هو عجز عن التطبيق. هو هيخاطبني باللائحه واللائحه ما جاتليش. طول ما اي نظام، سيبك من الكوره بقى، طول ما اي نظام في طرف قوي وطرف ضعيف ده ما بيبقاش نظام. في القانون في حاجه اسمها عقد اذعان. عقد الاذعان ده اللي هو عقد مخالفه، لا اللي هو عقد فيه كل البنود، وانا طرف اول وانت طرف تاني، يا تقبل العقد بكل شروطه يا ترفض بكل شروطه. ده هو لا ده عادل اذا عم بيتحط فيه بند مخالف للقانون. لا استنى، معلش ما احنا الاثنين حقوق بغض النظر. تمام، عادل اذا هو بيجبرك على بنود معينه انت هتوقع عليها ايا كان. هنا ده نفس الفكره بتاعت طرف قوي او طرف ضعيف. انا كل لما اجي اخد قرار هشوف انا هتشتم في القناه المعينه ولا لا،
طب انا هشوف رد فعله ايه، رد فعل فلان الفلاني ايه، هشوف إيه. طب الدنيا مفيش قرار، طالما شابه الموائمات انتهى، انتهى خلاص. طالما انت بتاخد قرار خد قرارك، خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ ده انت المفروض الوحيد اللي ما تخافش، اللجنه الحاليه المفروض الوحيده اللي ما تخافش، انت جاي من الفيفا وعندها كل الصلاحيات انها تعمل كل الاجراءات السليمه. انت جاي من الاتحاد الدولي لكره القدم، انت انت بتاخد مرتب من الفيفا، عندك ظهير، انت كمان مش شغال، انت مش شغال تطوعي. يعني كل اللي شغالين، كل اللي بيشتغلوا في اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكره لجنه محترفه، لجنه محترفه وتحصل على راتب من الفيفا. انت خايف من ايه؟ انت سيد قرارك الان، سيد قرارك، ايه اللي خايف منه؟ مين ايه يحصل، هيحصل لك ايه يعني؟ سؤال، هيحصل لك ايه؟ في شكوى في الفيفا؟ انت معين من الفيفا، اشرح لهم ايه اللي حصل. انت اصلا بتقدم تقارير شهريه للاتحاد الدولي عن العمل الجاري في الاتحاد لغايه اولمبياد طوكيو. انا مش عارف. ده انت كمان ده خدوا قرارات في القسم الثاني والثالث على الانديه. البعض ممكن يكون من الانديه شايفه. انت تعرف الدفه امبارح اتحولت لايه؟ ويحاولوا كراي عام او توجيه الراي العام عن الانشغال بالموضوع بالانشغال بفلان استقال ولا ما استقالش. انا مالي استقال ولا ما استقالش. انا كمسابقه استقال ولا ما استقالش يعني يفرق، إيه؟ يفرق معايا. انا عايز مسابقه تتطبق، انا عايز مسابقه منتظمه تتطبق. طب البعض بيزايد على الاهلي في موضوع الدواعي الامنيه، المزايده دي شايفها ازاي؟ وانا ضربت مثل في بدايه الحلقه وكنا بنتكلم فيه ان 2013 يا جماعه النادي الاهلي التزم بالتعليمات الامنيه ولعب بطوله افريقيا 90% من مبارياتها في استاد الجونه في عز الحر في الصيف بدون اضواء كاشفه، ما كانش لسه الملعب مجهز لاضواء كاشفه، بل بالعكس في رمضان في عز الصيام التزاما بتعليمات الجهات الامنيه. طيب خليني اقول لك ان ده مثل واحد بس، خليني اقول لك ان الكلام اللي اقوله دلوقتي ده كلام تحليل لتفكير القرار في النادي الاهلي، له معلومه، لا معلومه ولا وجهه نظر، ولا لا هو وجهه نظر، وجهه نظر وجهه نظر، لا ولا يحسب على اي حد، يحسب على شخص المطلق. وجهه نظرك الشخصيه. تمام تمام. النادي الاهلي لما ده وجهه نظري، لما بيحس ان الموضوع امني طبعا، بس انا حاسس ان النادي الاهلي عنده شعور ان الموضوع مش امني. بيان واضح ان فيك انا ده شعور، ده احساس، احساسك كده، ده احساس انا كده. فعلشان كده النادي الاهلي يفكر يطلع بقرار يرضي هو، ان هو انا طبعا التزمت بقرار الامن، ولكن اهو بقى لو كان الموضوع فعلا مش امني يبقى انا برضو بحتفظ بحقي في ان انا العب مسابقه منتظمه فيها تكافؤ فرص، فيها عدل، فيها مساواه. بس استنى بقى، يعني انت صحفي ورئيس قسم في جريده الشروق، جريده كبيره، بس اكيد عندك معلومات بغض النظر عن تحليلك، لان تحليلك اكيد برضو مبني على معلومه ما. لا في كلام فعلا ان كان في اتجاه ان يعني ايه الهدف او ايه الاسباب ان المباراه ما تتلعبش، او ما هو كلام واضح يا جماعه، هو الكلام مش مستخبي. ما هو رئيس نادي الزمالك طلع طلب ان الماتش يتاجل بعدها بكام، بس بعد كده قال لك لا انا عايز العب. بناء على ايه؟ انا بقول لك برضه وجهه النظر الثانيه. ما دي وجهه نظر انا بقى، بناء على ايه؟ بناء على ان هو انا موافق ودواعي امنيه، الله اعلم. انا قصدك في الاول زي ما قلنا احنا عندنا مصابين وعندنا مباراه بعد 4 ايام كده، قال لك احنا لا جاهزين نلعب وما عندناش مشكله. انت قصدك يعني الاختلاف ده ممكن يخليك انت تروح. بص انا مش قريب من تفكير اداره نادي الزمالك، تمام، بحكم ان انا ما فيش تعامل مباشر معاهم، بس الموضوع كله على بعضه تركيبته كده بتفكر فيه كتير. لا مش مهضومه، مش مقبوله، مش وده على فكره اللي اشار لي بيان النادي الاهلي، خليني بس اقول لك عليه، ان هو لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكره بتاجيل مباراه القمه التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواعي امنيه. النادي الاهلي حتى قال ده، اشار لده في البيان، قال لك لبعض الاسباب دي، ان النادي الجماهير وكتير من اللي بيفهموا ما تقبلش ان الموضوع دواعي امنيه قوي، بس احنا موافقين. يعني صوره البيان على الشاشه قدامنا، بس احنا موافقين. يعني لو تيجي تقول النادي الاهلي هو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للامن ودوره في تامين مباريات المنتخبات الوطنيه،
الى حتى وكذا مساهمه الامن ورجاله في الصوره الحضاريه. خد بالك خد بالك، اقرار النادي الاهلي لدور وتعظيم دور الامن تمام للبلاد عند استضافه الاحداث الرياضيه الكبرى واخرها بطوله الامم الافريقيه التي جرت على الملاعب المصريه في يونيو الماضي ومشاركه 24 دوله. اديت امثله خد بالك، وفي حضور مئات الالاف من الجماهير دون ان تحدث مشكله واحده. ايضا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة. خد بالك من التأكيد، بص النادي الأهلي في البيان منقل الألفاظ بدقة بشكل بدقة، هو عارف كل كلمة طالعة ازاي. دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف تمام في الملاعب المختلفة، لذلك لم يتقبل، خد بالك بقى، لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواعي أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع من النادي الأهلي لم يكن هناك مانع من النادي الأهلي في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير، وهو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال حتى هذه اللحظة ولا يزال ماشي على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري. البيان بيقول كده، البيان كلماته واضحه وجمله صريحه، البيان بيقول لذلك لم يتقبل كثيرون فكره ان هو لا دواعي امنيه، ولكن البيان اقر بفكره الدواعي الامنيه واحترامه الكامل. النادي الاهلي عمره ما كان ضد الدوله. النادي الاهلي اصلا نادي الوطنيه بغض النظر عن اي حد. اصل هي مش شعارات، ده تاريخ ومواقف الأهلي وقرارات. النادي الأهلي عمره ما كان هو العقبة قدام رغبة الدولة، والتاريخ بيقول كده بالظبط. والنادي الأهلي جه على نفسه كتير في أوقات كتيرة، 2013 جه على نفسه كتير في أوقات كتيرة، والناس تعرف ده. النادي الأهلي جه على مدار التاريخ جه على نفسه كتير علشان احتراما للدولة، فما جيش أصل أنا جزء منها، فما جيش خالد أصل في جزئية مهمة جدا. الشعارات سهله، لكن لما اتكلم بمنطقيه وبعقل وبوثائق رسميه وبمباريات، انا ما بقولش موقف في لقطه او في مشهد، انا بديك موقف تاريخي في مباريات رسميه اتلعبت، فانا بديك يعني مش عايز اقول لك. بص هقول لك على حاجه، انا فاهمك الفكره كلها ان الناس فاكره ان انا بالصوت العالي ممكن الغي ثوابت كتير. ده فكر بعض الناس، الصوت العالي ممكن زي ما بيقولوا يغلوش على الناس، بس الفاهم والواعي واللي هم جماهير الاهلي على فكره، واللي هم جماهير الاهلي وعلى فكره وقطاع كبير جدا من جماهير المصريه كده، عارف قيمه وقدر وحجم تاريخ النادي الاهلي سواء رياضيا او سياسيا. النادي الاهلي كان ولا زال وسيظل جزء اصيل في الدولة المصرية، احنا جزء من الوطن طبيعي، فانا مش هكون ولا حد زايد على دور النادي الاهلي ابدا، ما حدش زايد على دور النادي الاهلي. من يزايد هو من يبحث لنفسه عن دور اكبر من دوره تاني، او يبحث عن دور لا يستند الى تاريخ. من يزايد عن النادي الاهلي هو من يبحث عن دور اكبر من دوره. كل واحد وليه حجم طبيعي، كل واحد وليه حجم طبيعي، بيقولوا التاريخ وبيقولوا الوضع الحالي والسابق، ان كل واحد في مكانه، مش الصوت العالي اللي هيحطك في مكان تاني ابدا. اشتغل زي ما النادي الاهلي بيشتغل. اي حد عايز يبقى كبير، بص شوف القدوه اللي قدامك عامله ازاي واعمل زيه. انا مش يعني القوي مش بالشتيمه هتنال منه ابدا، القوي انك تتدرب عشان تبقى زيه. طيب المسابقة في ظل هذا اللغط الكبير اللي موجود حواليها، شايف الاتجاه ماشي ازاي؟ لان كمان التوقيتات القادمة مش هتسمح بإقامة مباريات، نتيجة ان خلاص بعد يوم 19 غالبا في مباريات كتيرة هتتأجل نتيجة البطولة العسكرية، وأيضا كمان المنتخب الأولمبي هيبدأ معسكره، والمنتخب الأول كمان بدر ميعاد المعسكر، فمفيش كورة لغاية 25 نوفمبر. ولما ترجع ب 25 نوفمبر هتلعب مباراة في الدوري وهتخش في ماتشات أفريقيا. فالمسابقه باللغط اللي موجود ده، الاتحاد يخرج من المطب ده ازاي ويحله بسرعه ازاي؟
لا هو قصة التوقيتات ويخلصها ازاي، هو عليه انه يحل مشكلة القمة الاول. النادي الاهلي واضح مش هلعب مباريات الدوري الا لما العب مباراة القمة. والجونة قال كده؟ والجونة قال كده. خلاص يبقى النادي الاهلي ما عادش عنده مباريات. اول مباراة للنادي الاهلي محلية هي مباراة القمة. بناء على رأي ادارة النادي الاهلي اللي انا اثق فيه ان هو لا تروع فيه. تمام. تمام؟ فهو بقى يحل مشكلته. يدور على مشكلته ازاي ويحلها. دي في الاساس كانت ازمته هو من صنعها. فهو يدور على الحل ويوجده ويشوف هيلعب بعد البطولات، قبل البطولات، اول مباراه بعد البطوله هيلعبها النادي الاهلي مع الزمالك. هيحلها ازاي؟ انا مش قدامي فعلا الاجنده عشان اقدر اقول لك ممكن تتسكن ازاي. وبعدين ما في رئيس لجنه مسابقات كرييتيف وقوي ومشهود له بالكفاءه من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، فيبحث عن حل قدامه وقت طويل بقى، يبحث عن حل هو واعضاء اللجنه الموقره. بس هو هيكون موجود للبطوله ولا هينشغل بكاس الافريقيا تحت 23 سنه؟ انت عندك مشكله كبيره على فكره. هو ابتداء من الشهر الجاي مدير لجنه المسابقات في الاتحاد المصري هيكون هو مدير بطوله افريقيا تحت 23 سنه. ما شاء الله. فيعني فهيبقى عنده وقت؟ لا بجد والله فعلا هيكون عنده وقت، ولا ده هيبقى دور اللجنه الخماسيه؟ لا ما هو خلاص اتحاد الكره شايف ان هو رجل عبقري يقدر يكون عنده وقت هنا وهنا. ما هو يملك من العبقريه بناء على راي اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره ان هو يدير هنا ويدير هنا، فربنا وفق. طيب في جزئيه مهمه ثانيه متعلقه بصحه الاجراء. صحه الاجراء في معناه ايه؟ جرى العرف او دايما اللوائح بره الناس بتشتغل بيها كده، لما باجل مباراه بحط دايما الموعد البديل او التوقيت البديل، لدرجه انها بتوصل ان المباراه لو الساعه 8 بالليل وفي ظرف امني يمنع المباراه تلعب الساعه 8، الرابطه او لجنه المسابقات ممكن تبدر ميعاد المباراه خلال الساعه 2 الظهر. او مثلا لو المباراه بتتلعب بالليل وحق تسويق هذه المباراه عشان يبقى قيمته كبيره ممكن اغير ميعاد المباراه خلال الظهر. صحه الاجراء، انا هنا باخد قرار بتاجيل المباراه لكن كاجراء سليم مش صحيح ان ما حددتش البديل. يا استاذ محمد هما بيطلعوا القرار بيشوفوا رد فعل الانديه الاول عليه ايه. ما هو الفكره ان هو بياخد قرار تمام هينفذه ولا مش هينفذه، لا هو عايز يشوف الامور هتمشي صح ولا في حد هيزعق ولا في حد هيعترض ولا في حد الموضوع مش هيمشي معاه. فهو لو يعرف ان هو هيحدد البديل من الاول كان حدد. انما احنا زي ما بقول لك احنا بنقعد نتلم كده مع بعض نحدد 3 4 اسابيع ونقول بعد كده احنا ان شاء الله لما يعني يقربوا يخلصوا نبقى نقعد قعده زي دي تاني ونشوف المواعيد تاني. وما فيش انت بص يا محمد انت بتقول لي بره في كوره في صناعه. ما احنا عايزين نخلي الكوره عندنا صناعه. ما هو يا جماعه بمين؟ يا جماعه والله العظيم الكوره ممكن تكون مصدر مهم جدا لميزانيه الدوله. الكوره ممكن تكون احد المداخيل الرئيسيه لميزانيه الدوله. ما هو احنا عايزين البرازيل مصدر رئيسي لميزانيتها اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا في اوروبا. والمانيا الدوري الالماني وحجم الاقبال الجماهيري فيه. الفكره كلها ما هو انت هتعمل كوره صناعه بمين؟ ما هو مش انت بتدور على اللي يدير الاول وبعد كده تشوف احنا عندنا كل حاجه على فكره بنيه تحتيه موجود. يعني مهارات كعوامل بشريه موجود. كوادر بتفكر موجود. عندنا طبعا. كل ده موجود. بس مين اللي بتصدر المشهد مش موجود. انت حاسس ان مفيش دور للجان؟ هو في دور اصلا للاتحاد الكوره. عشان يكون في دور للجان. انا مش جاي هنا اقلل من اتحاد الكوره بس انا شايفه ضعيف. انا شايفه ان هو المفروض يكون اقوى من كده. عندهم اجتماع خلال الايام الجايه ده حقيقي ولا ما عندكش معلومه في القصه دي؟ يعني في اجتماع فعلا؟ انا منتظر بغض النظر عن ميعاد الاجتماع ولا بنتيجه قرارات. انا منتظر انه يكون عنده من الشجاعه والقوه انه ينفذها. انا منتظر قرار يطلع من اتحاد الكوره يكون هو ده القرار النهائي. مسابقه تكون هي دي المسابقه شكل المسابقه النهائي. انما انا بغير في اشكال والسياسه واحده. هو اتخذ قرارات تاريخيه ان الممتاز به يبقى دوري محترفين
ولسه الممتاز الف مش دوري محترفين، والقسم الثالث الهبوط والصعود يبقى اكبر. انا شايف القرارات دي على فكره قرارات كويسه جدا، لانها هتساعد الانديه تحت يبقى فيها مسابقه افضل من اللي موجود دلوقتي. طب وفوق بس فين؟ اهم حاجه ابدا فوق الاول، لان اللي تحت عيني غصب عنه، اللي تحت اصلا ماديا عنده مشاكل كبيره، فاشتغل على اللي فوق وبعد كده اظبط الدنيا تحت. انا شايف ان اتمنى ان هم يفكروا زي ما انت بتفكر كده يا محمد، او الامور تمشي معاهم افضل من كده، لانهم يملكوا قرارهم المفروض يعني. انا اتمنى باذن الله خلال الساعات الجايه يكون في جديد، لان من حسن حظنا، انا بقولها والله العظيم من حسن حظنا، ان الناس بره في اوروبا بيتعرضوا لبعض المواقف عندنا، وفي نفس الوقت بياخدوا قرارات عشان يصلحوا الموضوع ويحافظوا على قيمه المسابقه. مباراه زي الاهلي والزمالك، انت عارف المباراه دي لما تتلعب حجم التسويق لهذه المباراه ممكن يجيب مداخيل ماليه ازاي. لما تيجي تاجلها وما تحددش ميعاد ليها، ممكن تاجلها لظرف ما، لكن لما ما تحددش ميعاد بديل ليها انت بتقل من قيمه المباراه ماديا، وممكن تخسر المسابقه مبالغ ماليه، حجم رعاه واعلانات وبس فضائي وتسويق وحقوق تجاريه وامور كتير جدا. طبعا طبعا هي مش بس 11 قصاد 11 بس. طبعا. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، ان في قرار الاهلي والزمالك ان قيل من البعض النادي الاهلي قفلت من الهزيمه، والنادي الاهلي كان خايف انه يلعبنا، والنادي الاهلي طب هو النادي الاهلي مصر انه يلعبك اول ماتش في الدوري. بعدين يا عم دي كوره، هو حد عارف اللي ممكن يحصل مثلا فبالتوفيق. احنا مش الثقه عندنا عاليه، لا 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 خالص. الفكره كلها ان النادي الاهلي بيقول لك عايز يحافظ على شكل المسابقه. ما هو لو انت سمحت بكل حاجه بتحصل دلوقتي هترجع زي ما قلت لك في الاول، ان معلش اللي كانت موجوده معلش. طب انا انت عندك حق، بس الوقت ما فاكر القرد الافريقي؟ فاكر اتكلمنا فيه كتير هنا. بالظبط كده. بالظبط. زميل العزيز خالد الاتريبي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا ليك والتوفيق ليك وقناه النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. باذن الله اللي قدم يكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله. لعل وعسى تكون هذه الازمه فرصه طيبه ان احنا نشوف اللوائح المنظمه للموسم الجديد اللي بدا من اربع اسابيع، ولغايه دلوقتي محدش شاف اللوائح، لا احنا ولا الانديه على فكره. لائحه المسابقات ما اتبعتتش، لائحه الانضباط ما اتبعتتش، حتى المنشور بتاع فكره ان الانديه تدفع 3% من عقود المدربين والاجهزه الفنيه عشان تبقى نسبة الدفع للاتحاد الفترة اللي جاية، حتى هذه اللحظة حتى عشان أدفعها ما تبعتليش، ما تبعتش الأندية. أنا كلمت أندية كتير في الموضوع ده، ما تبعتلهاش إن هي تدفع 3% نسخة حتى أو نسبة من عقود المدربين والأجهزة الفنية الفترة اللي جاية. بشكل عام نتمنى إن هذه الأزمات تكون الفترة الجاية سبب إن في حاجات تظهر للرأي العام، لوائح ومسابقات وحاجات كتير قوي، عشان الموسم بجد يشتغل الناس عليه بشكل كويس جدا، لأن الموسم لسه طويل وإحنا لسه في أول سطر في بداية هذا الموضوع. بعد الفاصل زميلي العزيز الكابتن عبد الحميد حسن ميدو وفي ضيافته الكابتن جمال السيد، وفقرة فنية مختلفة في ختام برنامج الأهلي الليلة. الفل على حضراتكم، ولسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. بشكر طبعا الزميل محمد سعيد، وكان معاه الاستاذ خالد الاتربي الناقد الرياضي، نورني وشرفني في الفقره الثانيه من الاهلي الليله الكابتن الكبير الكابتن جمال السيد، يعني نجم الاهلي ونجم مصر ومساعد رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. منور الدنيا يا كابتن جمال. اهلا بيك كابتن ميدو، واهلا بالساده المشاهدين، وببقى سعيد فعلا في قناه الاهلي معاكم حقيقي. اكيد بيتك. بيتي طبعا، وببقى سعيد جدا. فرحين في اي مكان بيكون فيه بس اسم الاهلي. حبيبي طبعا كلنا. في اي مكان، دي حقيقه والله فعلا بنفتخر. وقد ايه النهارده طبعا لما نيجي بقى للبان، يعني انا فخور بالنادي الاهلي بمنتهى الامانه. ربنا يخليك كابتن. بعد البان النهارده اللي قصده الكابتن محمود الخطيب وهنتكلم يعني عليه بالتفصيل اكيد، بس الاول طمني عليك وطمني على القطاع البراعم في النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، الحمد لله احنا ماشيين يعني كويس بالنسبه لقطاع البراعم. طبعا انا ماسك فرق 2008 و2009 و2010 وفي سن تحضيري معايا 2011، وده اعتقد ان انا بشوفه بالنسبه لي انا شخصيا طبعا، واعتقد بالنسبه للتخطيط او اي بلان لقدام شويه، اعتقد ان هو قطاع مهم جدا، لان القطاع ده انت بتكون فيه مرحله التكوين دي مهمه جدا، بتشمل مرحله اختيار ومرحله تجهيز الجزء المهاري اللي هو اهم، اللي بتبني عليه الشغل بتاعك بعد كده لما بتوصل لمرحله 12 و13 سنه. اكيد جزء مهم جدا طبعا، واحنا بنشتغل فيه بشكل كويس، وعندنا مجموعه لعيبه كويسين جدا ان شاء الله، لعيبه واعدين، لعيبه مهاريين، ان شاء الله باذن الله يبقى نواه قويه طبعا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وان شاء الله بعد كده باذن الله يقدروا يكملوا الفريق الاول والدرجه الاولى. كنت ماسك قطاع البراعم في انبي، وبعد كده رحت النادي الاهلي. القطاعين بيتشابهوا في ايه؟ لا، القطاعين بيتشابهوا في التنظيم،
الاختيار الجيد كان في النادي الاهلي طبعا وفي نادي انبي، نادي انبي ماشي طبعا بخطوات ثابته اعتقد من فترات طويله في جزئيه البراعم والناشئين، وهم فعلا يعني قد ايه لما اشتغلت معاهم ناس واعيه جدا وناس فاهمه، تخطيط جيد من مجلس اداره، تخطيط جيد من القائمين على قطاع الناشئين، كابتن امام محمدين، كابتن محمد اسماعيل برضو كلهم، يعني حسيت ان نفس الجزئيه اللي كان بيها بدا النادي الاهلي من فترات طبعا سابقه ايام كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، لما الاول ما كون مدرسه الكوره وبدات مدرسه الكوره تؤتي نتاجها بشكل كبير جدا، ممكن في فترات لسه كانت متاخره شويه ولكن كانت فترات مهمه جدا، واحنا شايفينها على الساحه لعيبه كتير جدا كانوا معانا في مدرسه الكوره وقبليهم لعيبه منهم رمضان صبحي وتريزيجيه وكهربا ولعيبه، يعني مش بالضروره ان كلهم مكملين في نادي، محمد اشرف، توفيق رؤى اللي على ما اذكر يعني، واحمد حسن كوكا ورامي ربيعه ومحمد هاني، كل دول كانوا نتاج مدرسه الكوره في النادي الاهلي. فالشبه بينهم يا كابتن ميدو شبه كبير جدا، لان انبي مشي بخطوات ثابته في نفس التوجه، برضه دلوقتي شايف لعيبه كتير طبعا، وعلى سبيل المثال صلاح محسن وفي علي لطفي ومجدي قفشه ولا حمدي فتحي اعتقد جه النادي في الدرجه الاولى في انبي. يعني برضه لعيبه كتير ماشيين بنفس السيستم بالظبط. اه تمام تمام. تعال نتكلم في الحدث المباراه اللي اجلت لاسباب غير معلومه، غير طبعا اللي اعلن بالنسبه لنا ان هو جهات امنيه، جهات امنيه، واحنا طبعا الجهات الامنيه بنحترمها جدا ومقرراتها كلها طبعا على يعني لازم نحترمها جدا. تمام. لكن كان مفاجاه مفيش شك، يعني هو لما تاجل مباراه امنيا مش هيبقى قبلها بيوم بالظبط او يومين ولا ثلاثه بالظبط، فهو الموضوع كان مفاجاه لينا كلنا ولسه لغايه دلوقتي مش عارفين السر الاساسي. بالظبط. احنا طبعا نكرر وبنعيد يا جماعه، احنا نادي وطني جدا جدا، مهما نتكلم مش هنقول قد ايه النادي الاهلي وطني، واتكلمنا امبارح واتكلمت مع حضراتكم امبارح كتير جدا عن دور النادي الاهلي في ريادته ودور النادي الاهلي في ارتقائه باسم مصر اكبر واكبر واكبر. النادي الاهلي اكبر نادي بيحارب على اي بطوله، اكبر نادي بيشرف مصر جوه وبره، مش عايزين نقعد نعدد يعني. وقلنا كمان ان التاريخ مدون النادي الاهلي بحروف من ذهب عشان اللي نظره ضعيف يشوفها، وحروف كبيره كمان. فموضوع وطني ومش وطني ده بعيد خالص عن القصه، كل احترامنا للاجهزه الامنيه، كل احترامنا لجيشنا لشرطتنا، كلام ما فيهوش كلام اساسا، ما ينفعش اساسا يعني نتكلم فيه. وقلنا قبل كده ان هي مش باليفط، مش بالكلام، مش بالشعارات، بالعمل، والعمل اللي باين للناس كلها. وبناء عليه النادي الاهلي طلع بيان كابتن جمال، كان ردود افعال واسعه جدا، كلها ردود افعال ايجابيه. حضرتك شفت البيان ازاي وشفت الدنيا ازاي؟ خلينا نقول حاجه مهمه، نقطتين مهمين جدا جدا واضحين قوي في البيان. النادي الاهلي بالنسبه لجزئيه الامن، النادي الاهلي اشاد بالامن بشكل كبير جدا، وده في جزء في الجزء المهم في البيان او في بدايه البيان تحديدا، ان الامن كان قادر على ان هو تنظيم كاس الامم الافريقيه في وجود 24 فريق بجمهور، ما حصلتش ولا مشكله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حتى الظروف السياسيه اللي كانت بتحصل في البلد في الفترات السابقه، انا شايف ان الحمد لله بلدنا الحمد لله امن وامان والدنيا ماشيه كويس قوي، والامن من كان للجيش او الشرطه مسيطرين بشكل جيد جدا على بعض المناوشات اللي بتحصل، ودي عاديه، الموضوع منتهي. تمام. حتى المناوشات دي كانت من اسبوعين وثلاثه ويعني وشخصيات عماله تهرتل من بره وفيديوهات والكلام الفاضي ده كله، مش عايز اروح له كتير، ولكن بتكلم عن جزئيه ان بلدنا في الوقت ده الحمد لله الامن بيسيطر عليها بشكل كويس، وسبق برضه ونظم مباريات كبيره في برج العرب، وبعدين انت بتتكلم من غير جمهور، موضوع يعني موضوع واضح جدا، احنا بنتكلم في مباراه بتحصل حتى لو انا متوقع لا قدر الله بمشاكل، بصدر قرار امني ان المباراه بدون جمهور في برج العرب. تمام. في استاد القاهره في اي مكان. تمام. الامن قادر على تنظيمها بشكل كويس. النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها البيان نقطه مهمه جدا، لان دي بعد كده ممكن تدعو لعشوائيه في التنظيم، زي ما حصل السنه اللي فاتت في بعض المباريات، مباراه تتاجل، مباراه ما تتاجلش، اشمعنا مش اشمعنا، الكلام اللي كان بيحصل ما بين لحظه واخرى. دي واضحه جدا، لو بدات كده من النهارده بتتكلم في الاسبوع الرابع في الدوري، يبقى انت كده عندك مشكله كبيره. انما انا ما اعملش يعني ما مش عايز اقول ايه، ان تحس ان ظاهريا في نقطه مفقوده، في حاجه مفقوده زي طبعا ما حضرتك قلت طبعا، انما هي في ايه بين الكواليس. انما الحمد لله انا شايف الامن طبعا كامل احترامنا للجهات الامنيه، وده واضح جدا في البيان، لان انت بتقول امن يبقى خلاص حاجه دي تخص. هو طبعا كلام حضرتك مهم جدا وانا باكد عليه، ان احنا مش كلام، ان احنا بنحترم الامن كلام، ما
في ناس يقول لك انا بحترم الامن كلام لا قولا وفعلا بالظبط النادي الاهلي قبل قولا بكتير كمان تمام. هو يعني على مدار التاريخ ياما اتفضل تمام. فالنقطتين دول كانوا واضحين جدا في بيان النادي الاهلي اللي هو واضح وصريح، وطبقا لمبدا تكافؤ الفرص النادي الاهلي لن يخوض اي مباراه الا لما تتلعب مباراه نادي الزمالك في الاسبوع الرابع، وده حق شرعي لينا. احنا بنتكلم برضو في منطق ان انا دلوقتي كانت مباراه المفروض ان هي هتقام يوم السبت وبعدين بدلتها بمباراه تاني مباراه للفرق المنافسه او كده بمباراه تانيه ونادي الاهلي. وبرضو في نقطه مهمه جدا عايز اجي لها اللي اشار ليها برضو البيان، ان احنا مش هنلعب وفي برضو في ايه في حدود الضوابط اللي بتحكمنا بالنسبه للمباريات المحليه والقاريه. يعني النادي الاهلي برضو شايف ان في مباراه محليه جايه لفرق او لاخرى عشان احنا ممكن نقابل فرق تانيه زي ماتش الجونه مثلا، فتبقى فيها التنظيم برضو في تنسيق ما بين المباراه المحليه ومباراتنا الافريقيه اللي هي جايه بعد كده اللي هتتحدد لها. أكيد. فالنادي الاهلي يعني البيان احاط بكل الجزئيات او تحس ان هو يعني شايفين كل حاجه حتى في البلان اللي جاي. لما انا هتكلم عن تخطيط مباريات او ان انا هتكلم عن جدول مباريات عادل طبقا للترتيب انا مش هلعبها، ده حقنا وحق نادي الشرع ان احنا مش هنلعب الا لما نلعب مباراه الزمالك. تمام. لان السبب انا شايفه برضو الى وقتنا هذا مبهم 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 مبهم. انما طبعا ما كامل احترامنا وما تقنعناش احنا كمصريين ان امننا وشرطتنا وجيشنا مش هيغطوا مصر، مش هيغطوا ماتش في مصر. مستحيل. ده ممكن يغطوا ماتش هم قاعدين في البيت. ده ما فيش والله العظيم طبعاً. ممكن يغطوا ماتش بره مصر اصلا وهم قاعدين في البيت برضه. اه بالظبط. فما تقنعنيش لان انا قلت امبارح انا مؤمن جدا بشرطتي ومؤمن بجيشي ان هم يدخلوا في الحيطه ويطلعوا بقلب جامد جدا ويطلعوا مرفعين الراس. طول عمرنا كده كمصريين بس بمنتهى الامانه. يعني احنا بنمر احنا مرينا بظروف اصعب من دي بكتير جدا، وكانت مباراه بتتلعب في مباراه حتى وكانت مباراه افريقيه والنادي الاهلي لعب بدون جمهور في الفتره في فتره من الفترات وخدنا بطوله افريقيا وما كناش لعبنا ماتشات بدون جمهور تماما. ما فيش حاجه. والامن الحمد لله واقف على رجليه ومتعافي والحاجه، يعني انا شايف ان الدنيا كويسه. طول عمر امننا واقف على رجليه وطول عمر شرطتنا واقف على رجليه وطول عمر جيشنا ما شاء الله الناس بتحسدنا عليه ويعني الحمد لله باذن الله ان شاء الله. انا شايف برضو يعني حاجه تضحكك ان 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 حد يصدر لك ان الشرطه مش قادره تحمي ماتش تضحك. لا 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 مستحيل. ده احنا نظمنا بطوله في كام يوم او كام شهر شهر وحمينا كل حاجه فيها وانت اساسا عندك جبهات مفتوحه اساسا كمان. بالظبط. عندك جبهات مفتوحه بالزبط. كان في مشاكل بالظبط في مشاكل كتير على حدود كتير ولكن انت في مباراه زي دي شايف ان هي انا شايف الى وقتنا هذا الموضوع مش موضوع امن، ولكن لو صدر قرار من الامن احنا كامل احترامنا ليه. بالظبط كده. ده ما فيهوش اي شك زي ما حضرتك قلت النهارده او قلت امبارح احنا كلنا في صف اي حاجه ممكن تحصل تعمل او ان هي تصدر لك مشكله حتى لو بسبب الكوره احنا معاها، ولكن الاسباب مش مقنعه. بالظبط بالظبط. لما نيجي نفكر يا كابتن جمال او الانسان الطبيعي اللي هو بيشغل دماغه يفكر ليه الماتش كان عليه كلام قبل كده ان نادي الفلاني طلب تاجيل ماتش الاهلي عشان عنده ماتش في افريقيا، الكلام ده كان قبل كده. تمام. وبعدين اتقابل كان في يعني زي جس نبض كده فاتقابل الكلام بالرفض القاطع وطلعوا ناس من اللجنه الخماسيه قالوا لا مفيش تاجيل والدوري مفيش اي مشاكل خالص والمباراه هتتلعب في يومها وتاريخها، واحنا قلنا ان المباريات طالما في مباراه افريقيه في اربع ايام او خمس ايام مش فاكر يعني كان خمس ايام تحديدا خمس ايام يعني فمفيش مشاكل. فكان في كلام كان في كلام. تمام. بعد كده الاهلي ظهر فايلر بقى يعني ربنا كرمنا ما شاء الله والدنيا ماشيه كويس وانا تفائلت والله العظيم خير لما لقيت ناس بيقولوا ان هو وحش وبتاع واحنا رفضنا. انا الهجوم اللي حصل عليه انا تفائلت من الكلام ده على طول وقلت اكيد ان شاء الله يبقى مدرب كويس. فالراجل بدا يصدر رعب وخوف لاي فرقه ايا كان اسمها ايه افريقيا ايا كان بالاداء بالشكل الممتع اللي حضرتك بتشوفه في النادي الاهلي. لما تيجي تفكر تاني ادي جزئيه يعني لما تيجي تفكر تاني انا ليه اجلت الماتش قبليها ب 24 ساعه امنيا يعني يعني ازاي الامنيا معروفه طريقها معروف. طب انا عشان في ناس بتدور افريقيا ان كان في مشكله قبل كده مع نادي معين وانا عايز اقول للناس لا ده احنا اجلنا ماتش اهو عشان مثلا كذا سبب. اخر سبب خالص هو عمري ما هقتنع بيه انا عن نفسي كواحد مصري تمام بعشق تراب بلدي عمري ما اقتنع ان امني وشرطتي وجيشي يعني مش هقدر امن المباراه بدون جمهور في البيت. بقول لك هم اقسم بالله هم ده موضوع صعب لو عايزين يامنوا اي دوري في العالم يامنوا. دي حقيقه دي حقيقه. نيجي للجزئيه الاولانيه الجزئيه الفنيه يا كابتن ميدو اللي حضرتك اتكلمت عنها الجزئيه الفنيه الخاصه بفايلر. فايلر الاول ما جه والناس شافت السي في بتاعه معظم الناس صدرت عايزين يصدروا مشكله للنادي الاهلي والحمد لله طبعا ما حصلتش. ليه؟ احنا عندنا توازن وثبات بشكل غير عادي كمجلس اداره
او حتى الجماهير. حاجه غريبه سبحان الله يعني. بمعنى ان انت اصليت ان انت جاي مدرب وما حطيتش اي ودانك مع الكلام ده كله، ان مدرب السي في بتاعه مش قوي، مش حجم النادي الاهلي، الكلام اللي اتقال واتصدر ليه بالظبط. تمام. وجه فايلر وكان عنده اصرار، تحس ان هو راجل عايز يشتغل. اولا هو راجل شاب يعني، برده يعني سنه كويس، اعتقد ان هو رجليه في الملعب، رجليه في الملعب، وعايز برده اللي بيجي النادي الاهلي هو عايز يعمل نفسه اسم ويجتهد ويتعب. دي جزئيه مهمه جدا. هو اجتهد في الفتره دي. انا كل ده بتكلم في ايه؟ هو جاب لنا بطوله السوبر، ولكن لسه النادي الاهلي عندنا تعطش وعندنا اشتياق لجميع البطولات اللي احنا ممكن شكل يا كابتن نشارك فيها. حضرتك طبعا يعني نجم كبير، الشكل اتغير كليا بالظبط. ما انا هاجي للجزئيه ده كابتن مين بالظبط. جميع النواحي الهجوميه والهجوميه الكلام ده صعب جدا، انا دايما بقوله، بس صعب. هو صعب قوي ان انت تعمل تروح فرقه في كام شهر تحس انت بتدافع بالفرقه كلها وبتهاجم بالفرقه كلها، وعملت حاله كويسه قوي يا كابتن. الحاله المهمه اللي انا عملتها حاله التنافس ما بين اللاعبين عن طريق عمليه التدوير، وعملها بيعملها بحساب وبيعملها بشكل جيد جدا. عمل جزئيه حماس رهيبه ما بين اللاعبين. محمد هاني مثلا واحمد فتحي، اللي عايز يحط رجله في الملعب بيقاتل. نيجي مثلا للجزئيه بتاعت المدافعين، حلو قوي حلو قوي، لان في ناس فاهمه التدوير اللي هو انت مجهد فانا انزل واحد. لا لا مش كله كده، برافو عليك. في جزئيه يا يعني كابتن ميدو، كويس حضرتك وضحتها. دي جزئيه فنيه اللي احنا قلنا ايه، نمره واحده هنتكلم عليها بالنسبه حتى للمدافعين، ما بين محمود متولي وما بين رامي رميعه وما بين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، اربعه حاله شرسه. اللي بيلعب عايز يفضل مركز كويس. ناحيه الشمال دخل محمود وحيد، كنا بنتكلم على علي معلول واللي وراه بعيد، دي حاجه كويسه عملها، قرب محمود وحيد شويه، ولسه في حسين السيد جاي ان شاء الله. نيجي للجزئيه بتاعت نص الملعب، حمدي فتحي مع حسام عاشور مع السوليه، جزئيه مهمه عمل برده فيها ودخل ديانج اللاعب المالي الجديد المحترف، حسيت برضو دخله في تايم كويس بالظبط، يعني وقت كويس، اعتقد كان مباراه الانتاج تقريبا على ما اذكر، ولكن ظهر بشكل جيد ان انت عندك قاطره بشريه قادمه ان شاء الله باذن الله. نيجي ناحيه اليمين، حسين الشحات ومعاه وليد سليمان، منافسه شرسه، منافسه شرسه وشريفه. نيجي للجزء الهجومي، اعاد اكتشاف اجاي الاجاي اللي كان من فتره بدات الناس تقول لا ده يعار، لا ده يمشي، لا ده نستبدله باجنبي غيره. اعاد اكتشافه في مباراه السوبر الزمالك وكان مفاجاه لينا كلنا، انا واحد منهم، رغم ان احنا ناس فنيين برضو ممكن تحس ان اجاي ليه تقل ولا كويس. الكابتن كمان قلبه فنيا قوي جدا جدا، ان انت بتلاعب واحد وانت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في النادي الاهلي، مباراه كبيره جدا بحجم مباراه الزمالك القمه، وبتلاعب فرويد مش في دماغنا كلنا. تمام. فانت عارف ان انت لو حصل اي حاجه السكاكين اساسا احنا بالزبط. احنا وتطلع الساده المحللين وازاي لعب وده بعيد عن المباراه والكلام اللي احنا عارفينه. الاهلي كمان احنا عايزين نكسب على طول، عايزين نكسب بالظبط يا كابتن ميدو. يجي ناحيه الشمال نفس الكلام، عمل حاله شرسه ما بين في رمضان صبحي واجاي برضو يقدر يلعبها، والمهاجمين في صلاح محسن ومروان محسن، تحس الناس كلها قربت، كله حاله جيده. وفي نفس الوقت لما باجي اعمل عمليه التطوير زي ما حضرتك قلت، ما بعملهاش انا في ايه، في خمس ست لعيبه، انا في شكل اساسي واضح ست لعيبه سبع لعيبه كابتن، وبغير في حدود ثلاثه. الثلاثه دول هم معظمهم كانوا بيبقى في التلت الهجومي اللي هو التلت الاخطر، ما بين حسين الشحات، ما بين وليد سليمان، ما بين اجاييه، صلاح محسن، مروان رمضان، الجزء المهم اللي هو ان انا يعني اللي بترجم فيه كل شغلي او التكتيك اللي بعمله. تمام. عشان اقدر اسجل. تمام. دي جزئيه مهمه عملها جدا. وصلت بقى الجزئيه اللي اتخذت كمان لو الجزء الحماسي، ان انا خايف على مكاني، مهما كنت لعيب كبير انا اسمي كبير وخبراتي كبيره جدا وكل حاجه، بس نازل صح. ومركز على مركزي، عايز العب صح. والعب ماتشين ثلاثه واقعد. فالحاله اللي عملها فايلر دي حاله ممتازه، جت بالاجابه على النادي الاهلي. نعم. وان شاء الله اعتقد ان هو هيكمل بالصوره دي باذن الله. ده بقى صدر المشاكل للمنافس، صدر الرعب. يا ريت صدر مشاكل. الرعب يا ريتها مشاكل والله يا كابتن جمال. بالظبط يعني لو مشاكل بسيطه فنيه في الملعب مفيش مشكله بينك وبينهم من الملعب، انما انت المشاكل دي بقى بتخرج جوه الملعب وبتبدا بقى الحرب الشرسه. انا دلوقتي داخل على مباراه مثلا بالنسبه للنادي زي مباراه القمه، ايه المشكله؟ انا دي مباراه منافسه شريفه، العب واكسب وملاش مقاييس. ولكن انت باصص ايه؟ ملاش مقاييس كمان، ملاش مقاييس، انت باصص فيما بعد اللي ممكن يحصل لي لو انا خسرت. انت قدرت لنفسك، صدرت لنفسك انت مشكله ان انا لو خسرت هخسر بعد كده مباراه افريقيا وهعمل مشكله وهفك الفرقه. بص وصلت ازاي؟ انا هاخد جزئيه جزئيه. النادي الاهلي بيتعامل مع المشاكل دي دايما كده، انا باخد جزء جزء او ماتش ماتش. بالزبط. زي ما بلعب ماتش مثلا في الدوري يا كابتن ميدو، كسبت يقول لك خلاص احنا قفلنا ملف الدوري ده، انا جاي لافريقيا اركز في مباراه افريقيا. دي الجزئيات المهمه اللي هي بتؤدي للنجاح، انما عمري
ما هاخد مشاكل كده اسميها ايه باكج، اخدهم باكج كده انا عملت مشكله لنفسي مش هيتحلوا. صح. انما لو خدت مشكله مشكله او مباراه مباراه هتلاقيني ماشي بشكل جيد. النادي الاهلي احنا متميزين في النقطه دي. والله كابتن جمال والله العظيم ومش مش مبالغه عشان احنا بننتمي للنادي الاهلي، هو النادي الاهلي متميز في حاجات كتير قوي ومعدي يعني معدي لا بمراحل دي حقيقه والله والله بعيد عن التحيز. الواحد كل ما بيتعامل ما بيتعامل وبيدخل في الاجواء وبيدخل في قلب الاحداث بيلاقي النادي الاهلي فعلا بعيد خالص في كل حاجه. في كل حاجه بمنتهى الامانه يعني من اول ما عرفت تحس انها تدريج تدريج مش كويس، مجلس اداره بعد كده يجي ان كان قطاع ناشئين يجي بعد كده جمهور، تحس الناس كلها مترابطه على هدف واحد نجاح النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. صح صح. كنت امبارح بتكلم مع الساده المشاهدين يا كابتن جمال قد ايه النادي الاهلي زي ما اتكلمنا هي مش شعارات او كلام، انا بفيد مصر بشغلي بان انا بموت على كل بطوله بان انا بطلع بره مصر ببقى ممثل خير ممثل لمصر، الناس كلها بتتسابق عشان تخدمني وتشوف ايه اللي انا محتاجه. حضرتك طبعا سافرت مع النادي الاهلي في كذا بلد وشفت قد ايه الناس بتبقى عامله ايه عشان احنا بس نكون مبسوطين. تمام. فكل ده بترفع اسم بلدك قبل ما بترفع اسمك انت كنادي اهلي. بالظبط. كل رؤساء البعثات بتطلع مع النادي الاهلي هي سفره مش رئيس بعثه بس، سفير بمعنى الكلمه لمصر. دي حقيقه. مش لبعثه النادي الاهلي، اللعيبه بيبقوا عارفين ان هم طالعين يمثلوا مصر مش النادي الاهلي، ما افتكرش اي مشكله حصلت الحمد لله والشكر لله. لا خالص. ما افتكرش اي مشكله حصلت لاي بعثه النادي الاهلي. تمام. فلما تيجي تتكلم بقى على دور الاهلي الوطني لا ما تتكلمش خالص. لا انا ما بتكلمش بالوطنيه دي ما فيهاش شك، احنا دايما حتى زي ما حضرتك قلت يا كابتن ميدو حضرتك برضه سافرت كتير وخدت بطولات الحمد لله مع النادي الاهلي وهتستمر الاجيال اللي بعدينا باذن واحد احد. ليه؟ عشان احنا ماشيين على سيستم معين وفي نظام، النظام الجيد هيؤدي لنجاح ده ما فيهاش شك بالنسبه للنادي الاهلي. انما انا اجي اتكلم في جزء ان انا يعني اقول ايه مثلا واحد يقول تصريح ان النادي الاهلي بيصدر مشكله او ان هو ما فيش وطنيه، فيش الكلام ده مطلقا. النادي الاهلي اشاد في بيانه نمره واحد بالامن وقد ايه كان دور الامن قوي جدا، وبعيد الكلام تاني في كاس الامم الافريقيه 24 دوله بجماهيرهم الامن بتاعنا قوي جدا واحنا معاه قلبا وقالبا، ولكن دلوقتي الحمد لله فضل ما فيش اي مشاكل. ما الناس قعدت تقول في مشاكل مش عارف الجمعه اللي قبليها ولا الجمعه مش عارف ايه الحمد لله الدنيا كويسه، وكانت يا دوب فئه مش عارف فئه قليله جدا من الناس والامن بتاعنا مسيطر على كل حاجه والدنيا كويسه. فانا مش هقدر اسيطر على مباراه من غير جمهور يا دوب اللي بيحضرها مجلس اداره الناديين فقط لا غير، مستحيل طبعا الكلام مش منطقي. فده الكلام ده احنا مش مقتنعين بيه وناس خالص وناس كتير جدا مش مقتنعه بالكلام خالص خالص، ما فيش حد مقتنع اصلا. انما النادي الاهلي ما صدرش مشكله، النادي الاهلي بيطالب بحقه الشرعي ان انا مش هلعب اي مباراه الا لما العب مباراه نادي الزمالك، وده حق الشرعي. اتحاد الكوره اعتقد ان سمعت ان في اجتماع يوم السبت وهيدرسوا الموقف، اعتقد ان هم يدرسوا الموقف وهيطلعوا بقرار حاسم في صالح الكره المصريه عشان ما لا يعني العشوائيه لا تسود النظام بدري نظام المسابقات. انا دلوقتي لو انا بقى مشيت كل شويه واخش بقى في اسباب عشان اجل مباراه وعشان بصص لمباراه تانية واخش بقى في الاسباب الواهيه دي يبقى انا كده خلاص مش هنظم المسابقه. اكيد يا كابتن جمال انا باكد على كلامك وباكد على كلامنا احنا كنادي اهلي، لو كان في جواب رسمي جه مثلا من الجهات الامنيه ما كانش لا كان هيبقى في بيان ولا كان هيبقى كل الاحترام والتقدير والموضوع اساسا ما فيهوش نقاش. تمام. لكن الموضوع زي ما حضرتك قلت وبنقول الموضوع لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ايه السبب الرئيسي، اهلي وزمالك يعني كل الوطن العربي بيستنوا الماتش ده كان احتفاليه يا كابتن جمال. تمام. بنستنى الاهلي والزمالك عشان نستمتع بالكوره، بنستمتع بالنجوم الاهلي والزمالك بيبقوا الصفوه في الكوره العربيه والكوره الافريقيه كمان. فماتش مسمع يا جماعه في افريقيا في وطن عربي بره كمان اهلي وزمالك معروفين، لما نقول الماتش مش هيتلعب بدواعي امنيه غلط كبير جدا جدا جدا. ان احنا بنصدر للناس ان احنا عندنا واحنا زي الفل، احنا في منتهى الامان وفي منتهى الروعه وفرحانين بشرطتنا وفرحانين بجيشنا وفرحانين بقادتنا. فالموضوع يعني صعب قوي ان احنا نقول للناس يا جماعه ده احنا عندنا اجلنا ماتش عشان ما ينفعش. انا مش عايز اقول والله الكلام ده تاني، وهنفضل فرحانين بيكوا طبعا لاخر يوم في عمرنا، احنا مصريين ودمنا مصري وبنعشق تراب البلد، فما ينفعش نقول هنأجل ماتش عشان امن. ما ينفعش. اللي ينفع ايه؟ ان احنا نشوف مين اللي بيستثير الناس. ما انا اتكلمت امبارح كده، انا اسف يا كابتن جمال. لا اتفضل يا كابتن ميت. وباكد على الكلام تاني، مين اللي بيستثير الناس؟ مين اللي بيستثير المشاكل؟ مين اللي بيعمل فتنه او المجموعات اللي بتعمل فتن؟ المجموعات اللي بتطلع تجر شكل الناس، الحاجات اللي بتدخل بيوتنا، المشاكل اللي من غير اي سبب،
الناس اللي بتشوفه لو دبانة معدية عايز يمسكها يتخانق معاها، ما لازم نشوف الناس دي هي دي اللي بتصدر المشاكل للأمن. الأمن مش ناقص يعني، كفاية اللي هم فيه وربنا يكون معاهم واحنا في ظهرهم على طول، في ظهر بلدنا على طول، فمش عايزين نصدر لهم بقى احنا مشاكل. ده ماتش كورة ولسه مؤمن ان ضابط شرطة واحد في البيت يأمن ماتش كامل بجمهور وهو قاعد في البيت، مش بعيد على شرطتنا ولا بعيد على جيشنا. فنشوف مين اللي بيصدر المشاكل، مين بيعمل مشاكل، وننهي بقى القصة دي. عايزين بجد نحس ونشم هوا نقي، هوا رياضي نقي بصراحة، لأن الموضوع زاد قوي يعني، بقى كله دخان، دخان أسود كمان، زهقنا منه يعني. أنا آسف يا كابتن. حبيبي يا كابتن. هو كلامك منطقي، ما احنا بنتكلم في يعني نفس التوجه. أنا عايز مسابقة، مسابقة محترمة طبعاً، منظمة بشكل جيد، مواعيد المباريات سليمة. ده من رابع أسبوع دلوقتي هاجي هعمل أنا يعني هأجل ماتشات بمزاجي طبقا لظروفي أو ظروف فرقتي أو ظروف نادية ايا كان، او ظروف ماتش بعد كده باصص لماتش عشان لو وقعت ماتش انا ممكن اقع اللي بعده. الكره عمرها ما بتتقاس كده، ما تحسبش كده. الكره نجاحات، النجاحات دي هتيجي منين؟ تيجي من التنظيم، منافسه شريفه، عدم الخوف من المنافسين. انما انا مصدر خوف لفرقتي وعامل مشاكل ليا انا، خوف من المباراه، ما ينفعش الكلام ده، مش في الكوره والله ولا في حاجه خالص، مش في الكوره. انا لما كانش عندي شجاعه المنافس دايما او البطل دايما، انا لازم اكسب جميع المنافسين ايا كان. لما انا مش قد المنافسه هصدر لنفسي مشاكل واعمل لنفسي مشاكل اللي احنا شايفينها. بالظبط. اتمنى المسابقه تبقى منتظمه بشكل جيد، ده اللي احنا عايزينه. بالظبط. انت عارف مجدي عبد العاطي طبعا، انت عارف صاحبي جدا. مجدي من الشخصيات الجميله ومدرب واعد، بخوفه بقول له خلي بالك ماتش بكره، خلي بالك اكيد انت مرعوب. قال لي ده انا طاير من الفرحه، واحنا طايرين من الفرحه، النادي الاهلي جاي عندنا. بالظبط. انت متخيل فريق اسوان لسه صاعد دوري ممتاز، امكانياته قليله جدا جدا يعني، الله يكون في عون مجدي والله يكون في عون مجلس الاداره، بيجمعوا الامكانيات كده، حضرتك عارف يا كابتن. بالظبط بالظبط صح، انا عارف طبعا. بقول له طبعا انت خايف ومرعوب، بيقول لي احنا مرعوبين بس فرحانين جدا الاهلي جاي عندنا في اسوان. بالظبط. وفرحانين جدا ان احنا نقابل الاهلي في اسوان. احنا قبل ما نيجي النادي الاهلي يا كابتن ميدو كنا بنلعب في عندي، انا كنت بلعب في السكه الحديد، تبقى سعيد جدا ماتش الاهلي، ببقى مبسوط. انت كل اللي انت بتفكر فيه ان انت يبقى شكلك كويس وتعمل ماتش كويس قدام النادي الاهلي ايا كان، والنتيجه في الاخر دي بتاعت ربنا، بتبقى يعني بتروح برضو للمجتهد واللي بيتعب اكتر، مفيش شك ان بتبقى مبسوط ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي. بالظبط. فرحان جدا. بالزبط. ماتشين في السنه كلها كان دور اولاني ودور تاني، بتبقى سعيد ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي، فبيبقى فخر حاجه كويسه. اكيد. مدينه اسوان برضو من المدن الجميله، وكانوا حابين النادي الاهلي يروح، وهم في عندهم اهلاويه كتير بالنسبه للجزء بتاع الصعيد ده، فكانوا فرحانين. كابتن مجدي نفس الكلام برضو، انا كمدرب كابتن مجدي من المدربين الواعدين، ربنا يوفقه كل التوفيق ليه ان شاء الله، هو ومحمد ساب الصاروخ زملاء وناس محترمين طبعا، مبسوطين لما العب قدام النادي الاهلي حتى وادي بشكل كويس بعيدا عن النتيجه. النتيجه ده موضوع تاني، في فرق امكانيات وفرق خبرات، حاجات كتير جدا اكيد بتؤدي، بس انا بادي بشكل اللي يرضيني انا كمدرب، وعايز برضو اظهر نفسي ان انا بعرض نفسي بشكل كويس، نفس الوقت بحاول اعمل نتيجه كويسه مع النادي الاهلي. فيبقى فخر لاي حد كان في مصر او خارج مصر ان يلعب حتى ضد النادي الاهلي، مش هقول يلعب جوه النادي الاهلي، لا جوه النادي الاهلي ده موضوع تاني خالص يعني. الناس اللي هم محظوظين واجتهدوا وتعبوا هم اللي بيجوا النادي الاهلي. احنا كنا محظوظين فعلا. بالظبط، دي حقيقه. لو لعبنا في الاهلي يوم والله العظيم واحد. اللجنه الخماسيه وكل الدعم ليها، ونفضل في ظهرها، احنا دايما كده يا كابتن جمال واكيد حضرتك عارف برضه، احنا تمام. دايما في ظهر اي حد مسؤول. كابتن حسام بدري لما مسك منتخب مصر احنا قلنا يا جماعه كل حاجه في جنبه، احنا في ظهر المنتخب وفي ظهر الكابتن حسام بدري والجهاز المعاون، كذلك اللجنه الخماسيه بصرف النظر عن انتماءاتهم ايه. انا عن نفسي ما بؤمنش بالانتماءات، بؤمن بان الشخص لازم يكون امين في مكانه. بالظبط. مهما كان انتماءاته ايه، انا واحد اهلاوي رحت اشتغلت في قناه مثلا، او واحد بلاش عشان مش عارف طبعا انا واحد مثلا بشجع برشلونه، لو رحت اشتغلت في ريال مدريد هجتهد واتعب وعايز انجح برشلونه، لكن انا عايز انجح وعندي ضمير. بالزبط. وعندي امانه في مكان الشغل بتاعي. فالموضوع انا بالنسبه لي ان انا انتماءاتي واشتغل في مكان، انا ضد الكلام ده بصراحه لا خالص. لا ده موضوع تاني خالص. بالظبط. فانا بصرف النظر على اي انتماءات، احنا في ظهر اللجنه جدا جدا. انا شفت الدكتور عمرو بسلم الدرع لحسام عاشور، انا شايف فرحه من قلبه فعلا، ما اعرفش هو كان نفسه يعني في الدوري ولا ايه، لكن كانت فرحه فعلا من قلبه طالعه. فعايزين نكمل كده، مش عايزين بقى نصدر لهم الخوف من بدري، مش كمان. عايزين حد يتعدى عليهم من بدري، لان انا لو شفتك انت حد بتعدى عليك انا مش هثق فيك اصلا بعد كده. بالنسبه لي انت واقف وانا مش عايز كده، احنا مش عايزين اللي فات، احنا عايزين حد قوي وحديد، قرارات قويه وحد قلبه حديد ايا كانت انتماءاته. زي ما قلت لحضرتك كابتن ميدو، ايا كان انا في شغلي
طبيعتي او حضرتك او اي حد مسؤول طالما اتحطيت في شغل يبقى انا بتعامل بطريقه احترافيه. بمعنى في المكان زي ما قلت انا ممكن اروح اشتغل مثلا زي ما كنت بشتغل انا في انبي في قطاع البراعم تحديدا يعني، بروح ببذل كل جهدي وعايز ابقى احسن مدرب، ده وضع طبيعي. وبالتالي بخلص في شغلي بالنسبه للنادي اللي انا بشتغل فيه، ده جزء احترافي جزء اهم جدا. انما انا لما كنت بتفرج على النادي الاهلي بحب النادي الاهلي جدا، بشجع النادي الاهلي واتمنى انه ياخد الدوري، ده حقي انا بحب النادي طبعا. ده موضوع بس لو لعبت ضده هتكسبه بالظبط، انما في شغلك بحاول بالظبط. اتعودنا على كده وتعلمنا كده، اتعلمنا كده دايما دي في النادي الاهلي. فالجزئيه المهمه جدا اللي عايزينها احنا فعلا قلبا وقالبا مع اللجنه الخماسيه، ربنا يوفقهم طبعا ويلهمهم الصواب في القرارات اللي هياخدوها يوم السبت، لان هم برضو اتحطوا في مشكله، بس المشكله مش مصدرها النادي الاهلي. النادي الاهلي ملوش ذنب فيها، النادي الاهلي بيطالب بجزء صغير جدا هو حقه، ان احنا نلعب مبارياتنا بالترتيب اللي جالنا من اتحاد الكوره، وده حقه، ده النادي الاهلي. انتوا عملتوا قرعه كانت جميله جدا يعني، طول عمرنا عارفين الاهلي والزمالك اخر الدور الاول، الاهلي والزمالك اخر الدور الثاني، تمام. هم قالوا لا نعمل قرعه بحياديه جدا، الاهلي هيلاعب الزمالك رابع ماتش في الدوري، طلع اسبوع مش ذنبنا خلاص بالظبط. ظروف ايه النادي المنافس الدنيا. يبقى تمشي العمليه زي ما هي، ده النادي الاهلي اللي بيطالب. مفيش ظروف يا كابتن جمال والله العظيم خالص، مفيش ظروف خالص بالظبط. الزمالك بلاش الزمالك ايا كان يعني، الاسماعيلي كان بيبقى ايا كان اي ماتش تخوف اي حد، كنا بنروح بنلعب في الاسماعيلي وبنخسر بس بنروح وبنكسب بس بنروح بالظبط، وكان بالزبط. فريق مرعب، وكان فريق كويس جدا نادي الاسماعيلي بالظبط، من الفرق الثقيله، وكانت الفرق وما زال، بس طبعا هو ممكن يكون مر بظروف معينه. انا بتكلم بقى على الجيل بقى في جمهور الاسماعيليه في قلب، كنت في رعب، كنت في رعب بالظبط، وفرقه كويسه وفرقه ثقيله، لكن هقول مش هلعب بقى واصل انا قلقان وعايز اعدي ماتش واحط ماتش قبل ماتش وبختار الماتشات. لا بدري قوي الكلام يا كابتن جمال، بدري بدري مش كده، بدري جدا جدا جدا. انت بتتكلم في الاسبوع الرابع، لما انا ما عنديش الثقه ان انا دلوقتي اعمل ماتش او العب النادي الاهلي في الاسبوع الرابع، تمام، طب انا عايز اكسب دوري ازاي، او عايز اخش منافس قوي ازاي؟ المنافس القوي واللي عايز بطوله لازم يكسب كل المنافسين ايا كان، الفرق الصغيره او الفرق الكبيره، والفرق الصغيره قبل الفرق الكبيره. مين السبب في القصه دي؟ فايلر اعتقد، عشان ما بخليكش تفكر في حاجات بعيده. ده فايلر فعلا. فايلر عمل رعب بصراحه، بس عامل حاله جميله. انا قلت الحق قبل ما تفكر في السبب الاساسي. لا 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 لا، انا عاجبني جدا بمنتهى الامانه كابتن ميدو، حتى احنا اتكلمنا عليه فنيا الجزئيه الفنيه، عاجبني قوي يعني، عامل حاله من الحماسه ما بين اللاعبين، حاله ممتازه. وبعدين انا عاجبني الشخصيه، كاركتر، حاسس ان هو شخصيه قويه، احساس شخصي، حتى عارف تحس ان عنده توازن حتى في فرحته، يعني فرحته حتى لما بيسجل اجوان، فرحته بعد المباريات تحس ان فيها توازن شويه، ما فيهاش المبالغه الشديده قوي دي، برضو بتبقى اوقات بتدي للمدرب شخصيه طبعا ما بين اللعيبه طبعا، ان شخصيه ليها هيبه، كلام مهم جدا، ليها هيبه كده في وسط اللعيبه حتى، الشخصيه اللي جداً. تعمل الشكل والاختلاف ده في وقت قليل، وحضرتك طبعا عارف ان ده وقت قليل جدا على المستوى، قليل جدا طبعا، اكيد يبقى شخصيه قويه جدا، مش شخصيه قويه اللي هو بيزعق وبنطر، لا شخصيه لا 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 قويه مش كده، هو بيعرف يعمل عايز يعمل ايه وبيقنعك بيه، بعرف اعمل الحاله اللي عاملها ما بين اللعيبه بالظبط، حاله تنافسيه شديده في وسط عمليه التدوير بعقل وبحساب بالظبط، مش تدوير وخلاص، لا ما في فرق، ما في فرق تانيه بتعمل عمليه تدوير مع كامل احترامي ليه، لا لا لا، والدنيا ملخبطه، ما فيش حد، وفي لعيبه كويسين يعني، في خامات كويسه بالظبط، انما النادي الاهلي وخامات النادي الاهلي ونوعيه مدرب النادي الاهلي الحمد لله اللي هو يعني شايفه ان شاء الله، انا شايفه لبعيد هينجح باذن الله. المدرب يا كابتن جمال في وجهه نظر انا هو اهم حاجه في المنظومه طبعا، لان احنا شفنا اللعيبه دي مع مدربين تانيين تمام، وكنا بنقول ده اللعيبه وحشه، ده اللعيبه ازاي خسرنا من صن داونز، والاختيارات احنا شككنا في الاختيارات بالزبط. يعني احنا الناس بدات تشكك في اختيارات بالزبط. وشككوا في مبالغ لعيبه دلوقتي من افضل اللعيبه اللي في الفرقه تحديدا حسين الشحات بالزبط. مش كل الناس هجمت والمبلغ كبير والكلام كله، رمضان دلوقتي هاجم ما شاء الله عليه من افضل اللعيبه في مصر، وداخل الناس بتقول يمشي وهيثبت في منتخب مصر أكيد. يعني حسين هيكمل وهيكمل بشكل جيد، بدات الضغوط اللي عليه راحت، والعين بدات تشوف الحاجات الايجابيه اللي بيعملها، كان في اسيستنج، كان في تسجيل اهداف، هدوء في 18 بالظبط، هدوء في 18 ذكاء بالظبط، يحسد عليه بالظبط، لعيب كل لما الفتره بتعدي تحس ان هو بيتقل واداؤه بيتزن، وتحس بايجابيته كمان في التلت الهجومي، ده مدرب، ده كل شغل مدرب بالظبط، شغل مدرب. رمضان اللي كان ستايله حتى في انجلترا هو اللي هو الخط، وهرقص هرقصك يعني هرقصك، دلوقتي بيدخل في العمق وبيجيب اجوال وبيجيبها كمان بمعلمه وبيعمل دبل باص وما بيجريش بالكوره كتير وبيدي كتاف على ده شغل مدرب، ده شغل مدرب يا كابتن ميدو اللي حضرتك قلته ده، انت طورت اداء لعيب ويعني ايه غيرت من شكله النمطي،
بالزبط. النمطي اللي كنت حضرتك بتتكلم عليه الجزئيه ان انا لازم اعدي على الخط، الحاجات اللي هي اللي بيعملها كلها خارج الصندوق. دلوقتي رمضان فجاه بتلاقيه ورا راس الحرب بقى مهاجم تاني، علي معلول طالع تقييمه عنده تركيز شديد قوي على الثلاث خشبات بالظبط، على المرمى بدا يسجل. رمضان كان قاعد فتره في النادي الاهلي قبل ما يحترف، اعتقد تعد جوانه دول على الصواب. هو كان اسيست فقط لغير بالظبط، اسيست فقط لغير، وعايز الكره في الاخر بعملها بشكل جميل قوي. الناس تقول رمضان اصل قوم اللاعب ونزله وعملها من تحت رجله بيمتع نفسه، انما رمضان دلوقتي تحس ان اداؤه بقى ايجابي على المرمى والاسيست حتى بالنسبه للاعيب. تمام. نفس الكلام بالنسبه لحسين الشحات، اجي طبعا اكتشاف، كل ده شغل مدرب. تمام. شغل مدرب. تمام. التدوير في نص الملعب، حمدي فتحي مع السوليه، ممكن حسام عاشور استفيد بيها شويه خبراته، دخلت اليو ديانج امتى، الحاجات دي كلها مدرب، شغل تمام. مدرب. تمام. فده اعتقد انه في الفترات القادمه هيفيد النادي الاهلي قوي، وخاصه كمان في تلاحم المباريات. انا متفائل جدا بيه بصراحه. ان شاء الله يعني يكون عند حسن ظننا ان شاء الله باذن الله. فايلر انا سمعت ان هو عمل حاجه انا كان نفسي بصراحه نعملها في النادي الاهلي من زمان جدا، ان هو عايز يبقى الفكر كله في المنظومه واحد في قطاعات الناشئين. تمام. في الفريق الاول ده فعلا حقيقه؟ دي حقيقه. تمام. اولا هو احد المساعدين في الفتره اللي فاتت دي كان موجود، شفته طبعا مع الكابتن فتحي، وكنت يعني في قاعده كده وقعدة طبعا يعني جلسة عمل، وكان حد من الجهاز موجود بيعمل تنسيق برضو ما بين الكابتن فتحي طبعا كرئيس قطاع الناشئين، إن جزئية الناشئين دي يبقى لها دور حتى بالنسبة في الشكل أو تطبيق الأداء اللي بيعمله، في نفس الوقت متابعة اللعيبة، وده الأهم. تمام. إن تحس إن هو برضو في نفس الوقت عايز اكتشافات من قطاع الناشئين. جميل. يشوف مين اللعيبة المميزين بالتنسيق مع كابتن فتحي، مين اللي ممكن مثلا لما يحتاجوا في الدرجة الأولى يحتاج لاعبين ثلاثة، لأن في الفترات اللي بيبقى فيها تجمعات دولية الفرقة بتقل شوية. بالزبط. ممكن بالزبط. بيبقى موجود خمسة أو ستة أو سبعة أيا كان. بالزبط. فبيحاول إن هو بيبقى فيه موجود نفس العدد أو ياخد اتنين ثلاثة يبقوا متواجدين في الفريق الأول في الفترة دي، يتشافوا بشكل كويس، ولما يعمل مباراة ودية يبدأ يشاركهم يتشافوا بشكل جيد. فدي من الجزئيات برضو اللي عملها تحس إن في متابعة جيدة للقطاع الناشئين في الفترة اللي جاية دي، ودي من الحاجات اللي أعتقد إن هي هتبقى إيجابية بالنسبة لمستر فايرر في الفترة القادمة. لكن أنت مع توحيد الشكل يا كابتن جمال؟ مع توحيد الشكل طبعا، خاصة تحس ان احنا يعني يبقى زي برشلونة مثلا ستايلها معروف بالظبط، سيستم معين ونظام بيتعمل بالظبط. النادي الاهلي اللي يتغير يتغير، اللي يجي يضيف لكن ما يخرجش ما يخرجش بالظبط، ما يخرجش على الاقل على الاقل. الفرق اللي هم تحت الدرجة الاولى او تحت الفريق الاول الثلاث مراحل السنية، يعني مثلا 99 مثلا وال2000 ونقول معاهم ال2001، دول الثلاث فرق على الاقل، دول القريبين. ليه؟ دول المرشحين ان انا لما يطلع لي لعيب منهم يتمرن معايا ما تبقاش الدنيا غريبه عليه. جميل. لما اجي احطه في المنظومه او في الشكل اللي انا بلعب بيه او السيستم اللي انا بلعب بيه بالنسبه لطريقه اداء النادي الاهلي ومشتقاتها، لان في طريقه وممكن برضو انا بطور منها اوقات، دي طبعا بترجع له هو مستر فايلر. مثلا احنا النادي الاهلي بقى لنا سنين بنلعب 4 2 3 1 واضحه صريحه بنلعب بيها وناجحه جدا مع النادي الاهلي في فترات كتير، حتى الادوات اللي النادي الاهلي بيجيبها تحس ان هم كل واحد بيجيد في مركز من الجزئيه دي، فيبقى نفس النظام او نفس الشكل. لما بوحده في الناشئين يا كابتن ميدو، لما اجي حضرتك تاخد لاعب مثلا وانت ماسك الفريق الاول بيسهل لك عليه ان وظايفه شبه محفوظه مع بعض التكتيك اللي انت بتعمله، الجزئيه بتاعتك انت كمدرب تكتيك هو بيحفظه، ولكن الجزئيه الاهم والجزئيه الاكبر في وظائف المركز نفسه بيبقى حافظه عارف. كنت بلعب ديفندر، كنت بلعب تحت راس الحربه، كنت يعني. بلعب واحد من الثلاثه شمال او يمين زي حسين او رمضان، دي بتفرق كتير مع اللعيب وبتسهله لما باجي اخده في الفريق الاول. جميل. مش عايز اقول الورطه اللي كلنا اتحطينا فيها، اللجنه الخماسيه طلعنا منها ازاي؟ الله يكون في عونك. القرارات هتبقى شكلها ايه؟ دي صراحه انا فكرت التفكير ده، هل كان ممكن ياجلوا كل الاسبوع ده؟ بس هياجلوا ليه؟ مفيش وقت يا ميدو، النهارده ناس لعبت حضرتك، النهارده ناس لعبت بالظبط، الاسبوع اتلعب النهارده الرابع بالظبط، اتلعب ثلاث ماتشات واعتقد كان النهارده اتلعب ثلاث ماتشات تقريبا. اقول نتائجها طالما ذكرنا، طالما ما جينا لهم نقولها بقى. يعني اف سي مصر مع الجونه انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وانبي مع الانتاج انتهى بهزيمه انبي 0-1. واعتقد ان في رحيل الكابتن علي ماهر المدير الفني لانبي، المقصه والمصري انتهى لصالح المقصه 1-0، وبيراميدز وسموحه انتهى بالتعادل السلبي 0-0. دي مباريات الاسبوع الرابع اللي لعبت الجمعه. تمام. بكره ان شاء الله اتحاد ودجله والاسماعيلي والحدود والمقاولين لاسوان اتاجلت. السبت كان المفروض الاهلي والزمالك،
اتاجلت والزمالك والمقاولين بقى الاسبوع الخامس مش عارفين. انا مش فاهم حاجه بصراحه. مش عارف هم قالوا كده بدلوا ماتش بماتش وجابوا ماتش والدنيا برضو لسه ملخبطه. فليه القرار بقى اللجنه الخماسيه؟ صعب الموضوع. صعب جدا. الموضوع متشابك. صعب. هم هيحاولوا يوصلوا يعني عايز اقول ايه باقل الحلول او بافضل الحلول اللي هي مش عايز اقول ترضي النادي الاهلي لان ترضي النادي الاهلي عشان ده حقه الشرعي. احنا مش بنتكلم فير انما دي الحقيقه. النادي الاهلي لو في اقناع في القرار كله هيسكت. الموضوع بالظبط كله هيسكت. اول امن يتدخل يقول يا جماعه لا في جواب رسمي للنادي الاهلي برضه كله هيسكت. لكن ما اعتقدش ان الامن ممكن يحط نفسه في قصه لا انا مش قادر اقدم الماتش. طب قبل كده كان ماشي لان كان في عندي حاجات كتير قوي فانا مش مستحمل بقى. مش مستحمل مش عايز اركز في حاجه بالظبط. لكن انا عايز امن هامن برضه. ورغم كده هامن بالظبط يعني ما احنا في ظروف ممكن كانت بتبقى اقوى من كده والماتشات بتتعامل بشكل فأنا كويس. فانا هلعب ماتش من غير جمهور واقول دواعي امن. ما هي دي النقطه. دي النقطه الفاصله. انا بالنسبه لي انا شخصيا انا عندي مشكله دايما في 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 الفترات ما بعد الثوره كان في مشاكل. لما باجي احس بقلق شويه في البلد وماتش قلنا فيه جمهور انا سهل جدا باجي بقول لا الماتش ده عذرا انا مش هلعب بدون جمهور. وكلنا بنحترم القرار. واحنا كلنا بنحترم القرار طبعا. مفيش اي مشكله وده واجب علينا خلاص ان صدر من الامن بالزبط. الامن اللي بلغك كده بجواب رسمي بالزبط. يبقى خلاص اوكي بالزبط. احنا بنضرب تعظيم سلام ونقول له تمام والماتش بيتلعب وكل حاجه والدنيا كويسه بالظبط. وماتشات افريقيه كتير كمان يعني ماتشات ناس خارج بلدنا بتيجي تلعب هنا. فما بالك بقى انت ماتش في بلدك هنا وبتتكلم عن حاجه يعني الحمد لله الدنيا باينه ان الحمد لله الامور كويسه قوي والامن والامان مفيش تخوف. وبعدين شبابنا كابتن جمال عايزين يشوفوا البلد خلاص في امن. الاستحاله يا جماعه الموضوع اللي حصل قبل كده يحصل استحاله. وانا بتكلم وواثق جدا جدا احنا شبابنا اهلاويه شباب زملكاويه ايا كان انتماءاتنا ايه مش عايزين نشوف اللي حصل قبل كده. مش عايزين نشوفه خالص. احنا عايزين نعيش في جو امن امان ان شاء الله كل الدنيا ترجع جميله ان شاء الله الامور تتعدل احسن واحسن كمان. لكن اللي هيحصل او اللي حصل قبل كده عمره ما يحصل تاني. فكون بقى ان انا اصدر اصل ممكن تلاقي مجموعات على القهاوي يحتفلوا مش عارف يعملوا ايه الكلام ده كله ملوش اساسا تفكير في دماغ المشجعين خالص. الناس عارفه حدودها عارفه ان البلد لازم تمشي زي ما احنا ماشيين عارفه ان احنا في مرحله او مفترق طرق لازم ان احنا نكمل وان شاء الله هنكمل وان شاء الله نوصل اللي احنا عايزينه. فالكلام ده اللي بيصدره اساسا انسان عايش في اللاوعي اساسا. يعني اللي بيصدر الكلام ده مجموعات او اشخاص عايشين في اللاوعي اللي هو اصدر مشكله عشان انا استفيد بحاجه بالظبط. بس لكن بالزبط. لكن افاده للبلد بيضر جدا بالبلد طبعا ضرر ما ينفعش. ايه امن احنا بنتكلم مباراه حلوه يعني مباراه كبيره الوطن العربي كله بيستناها. قد ايه جماهير العرب وقد ايه جماهير المصريين اللي في الخارج الناس كلها مستنيه مباراه زي دي. احنا بنبقى مبسوطين جدا بغض النظر عن اي نتيجه للمباراه. احنا بنحب نتمنى طبعا وبنبقى سعداء جدا عايزين الاهلي يكسب ده ماشي اوكي. انا بنتفرج برضو بتفرج باستمتاع بتبقى مبسوط طبعا. ماتش حلو ماتش بحماس بالظبط. ما هو ده اللي عامل القلق كله. الاهلي شكله فاينل عمل رعب للمنافسين فالدنيا صعبه بالنسبه له. والله يا جماعه احنا لما بنتكلم كده للدعابه بس او الدعابه بس مش اكتر كل الجماهير احنا دايما بنقول كل الجماهير ليها كل الاحترام والتقدير بصرف النظر عن الاساءات اللي بتحصل. لكن كل الجماهير ليها كل الاحترام والتقدير وانتوا بتشوفوا المسؤولين عندنا يعني حاجه قمه الاحترام وقمه الادب. عمرهم لا طلعوا غلطوا في اي شخص حتى لو اساء ليهم ولا غلطوا في جماهيره. دي طبعا مستحاله لا تحصل ولا حصلت قبل كده. فكل الاحترام للناس كلها. واحنا هنا الحمد لله الحمد لله رب يعني دايما بنأيد وبندعم مبادئنا واخلاقنا واللي اتربينا عليه. هو النادي الاهلي بيطبق اللي احنا اتربينا عليه او بيطبق المفروض الاخلاق. يعني مش ما اخترعناش حاجه جديده يا كابتن جمال. لا خالص الاهلي ما اخترعش حاجه خالص جديده مطلقا مطلقا. النادي الاهلي ماشي بالمبادئ دي طول عمره بالظبط. دي حقيقة على طول. طول عمر النادي الاهلي ماشيين بالمبادئ والاخلاقيات والسلوكيات. وعمر النادي الاهلي ما بيبادر ان هو بيسيء لحد خالص. مستحيل خالص ولا عمرنا صدرنا مش انا بستغرب مستحيل. النادي الاهلي دايما حتى بس بنعرف ناخد حقنا كويس في الوقت المناسب. ممكن تحصل بالادب والاحترام بالادب والاحترام بالظبط. النادي الاهلي طول عمره كده وهيفضل طول عمره كده. نتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا الوقت بتاعنا جري جدا. ده برجاوي عمال بيهددني كل شويه في الايربيزي فاضل 3 دقائق فاضل 4 دقائق خلاص يا برجاوي قربنا خلاص. طب عندنا ملف افريقيا وعندنا ملف منتخب تحب نتكلم في ايه؟
خلينا ممكن نتكلم عن المنتخب الاولمبي بسرعه شويه، لو طبعا لو الجرجاوي برجاوي هيخليه يدينا بس دقيقه هيدينا احنا لسه معانا 3 دقايق. المنتخب الاولمبي طبعا داخل على تصفيات مهمه جدا طبعا، اعتقد من 8 ل 20 نوفمبر في مصر. وعرف مجموعه قويه جدا، مجموعه مالي وغانا والكاميرون، مجموعه قويه، عملنا ماتشات كويسه قوي. ولكن انا مطمن للمنتخب الاولمبي. ليه؟ معظم اختيارات كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي بيلعبوا فريق اول، بيلعبوا درجه اولى مش ناشئين، اللي هم معظمهم مواليد 97 و98. لعيبه كويسه جدا، عندنا لعيبه كويسه حراس مرمى، وعندنا لعيبه بالنسبه للمدافعين لعيبه هايلين، في اسامه جلال وفي محمد عبد الغني، في لعيبه في نص الملعب لعيبه برده كويسين قوي، وفي المهاجمين طبعا موجود رمضان وموجود مصطفى محمد وقوام اساسي وامام عاشور وكريم نيدفيد ان شاء الله بعد ما يخف ويتعافى من الاصابه، وفي احمد حمدي عشان ما انساش حد، واحمد ياسر ريان، لعيبه كلهم متميزين وبيلعبوا وفارقين مع فرقهم. ناصر ماهر كمان. وناصر ماهر بالظبط. لعيبه كتير كويسين قوي في المنتخب، اللي مطمني ان هم كلهم بيلعبوا على مستوى الدوري الممتاز. دوري ممتاز عندهم خبرات عاليه، يقدروا يتعاملوا مع الماتشات بشكل جيد. واخر ماتشين مع جنوب افريقيا اعتقد ان هم ادوا اداء مقنع كويس، تعادلنا 1-1 مباراه وكسبنا المباراه الثانيه 1-0 مع هدف رمضان صبحي. اعتقد باذن الله ان شاء الله ان احنا هنتاهل طبعا الاولمبياد طوكيو ونحصل على البطوله. مش عايز اطلع اول او ثاني او ثالث، انا عايز ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله دي. وانا نفسي بلاش التمثيل المشرف ده عشان باذن الله اشعرنا منها. خلي بالك، لا احنا اشعرنا بالتمثيل المشرف، انا بتمنى بالظبط. لا تعبنا منها اتمنى كده ان شاء الله باذن الله. يعني دايما دي حتى احنا اتعلمناها في النادي الاهلي، احنا نمره واحد، احنا بطل، احنا الاول، احنا نكسب على طول، مفيش تعادل. دي الحاجات دي كلها بتنعكس على اللعيبه حتى لما بيروح المنتخب. اتمنى كل التوفيق طبعا لكابتن شوقي ومنتخب الاولمبي باذن الله. ملف افريقيا بقى طبعا، احنا موجودين في مجموعه النجم الساحلي، واعتقد اول مباراه لينا مع النجم الساحلي اعتقد. بالظبط تقريبا بالزبط. هتبقى مباراه مفتاح مهم جدا بالنسبه لنا طبعا، ان احنا ان شاء الله نوصل لدور الثمانيه يا رب في الفتره اللي جايه دي. وشايف ان اداء مستر فايرر باذن الله يؤهله، ان انا مش عايز اقول نروح لبعيد لبطوله افريقيا، نكسبها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مع منافسه قويه للدوري باذن الله، وناخد الدوري يعني ان شاء الله. نورتني وشرفتني يا كابتن جمال، الوقت عدى بسرعه جدا فعلا. هو يعني برجاوي مع انه قلت له ادينا 5 دقايق حتى زاد بس مش عايز. خلاص بنشكره جدا طبعا يعني، وطاقم الاعداد كله والاستاذ برجاوي طبعا، وكل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في الفتره القادمه باذن الله في الدوري العام وبطوله افريقيا. وان شاء الله طبعا يعني الواحد سعيد جدا وفخور بالنادي الاهلي. انا كنت مبسوط جدا النهارده لما قريت البيان بمنتهى الامانه، طول عمرنا حسيت ان انا فخور. يعني احنا فخورين بالنادي الاهلي، تاخد موقف ومباراه اتاجلت في ظروف غامضه استغربت، بس النادي الاهلي فعلا لما بيجلس موقف كمجلس اداره وبركز كويس قوي طلع بيان تحس فيه فعلا بكل كلمه. انا قريت البيان كويس قوي قوي، يعني الامن واخد حقه ان هو فعلا ده دورنا وخدنا في الاخر حقنا بالزبط. مش هنلعب اي مباراه الا لما تتلعب مباراه الزمالك بالظبط. كل التوفيق بالزبط طبعا للنادي الاهلي ومجلس ادارته باذن الله في الفترات القادمه، لان احنا داخلين برضو على حروب شرسه. أكيد. كانت منافسات ان كانت مناوشات. اكيد نورت وشرفت يا كابتن. اشكرك كابتن ميدو، بسعد وانت معايا في بيتك في الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، اشكرك جدا جدا على اللقاء الجميل ده. ان شاء الله وانت كل التوفيق يا كابتن كده، واشوفك ان شاء الله في الدرجه الاولى. ربنا في حته كويسه. ربنا بدعي لك يا ميدو من المدربين اللي قاعدين على فكره، ومدرب كويس كابتن ميدو. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. كل التوفيق يا حبيبي. دي كانت فقرتنا مع النجم كابتن جمال السيد، نجم الاهلي ونجم مصر. ويعني الوقت جري معاكم بسرعه جدا، لكن ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي على خير. دايما بناكد وبنقول الاهلي فوق الجميع، احنا كاهلاويه الاهلي فوق الجميع. الاهلي بيحترم كل مؤسسات الدوله بكل ما فيها، مفيش مجال للتشكيك في الكلام ده خالص. حتى البيان اللي طلع كان في الاول خالص احترامنا الكامل للامن والبلد عموما، وده واجبنا كاهلاويه وكمصريين. اي حد بقى بيتكلم كلام تاني يا جماعه، اسمعوا من الودن دي وطلعوا من الودن دي وشوفوا مين اللي بيصدر مشاكل للبلد. شرفتوني ونورتوني كالعاده، وتصبحوا على خير.